أسامة، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد من أيام محاضرات قسم العظام مستشفى النيل، وهيبقى يوم مختلف لأن معانا سبيكر مختلف وموضوع very 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 common. مفيش حد من دكاترة العظام ما قابلش عشرات الحالات من الديسال ريديال فراكشرز، ومفيش حد مننا ما قابلش complications بعد management of distal radial fractures. عشان كده النهاردة احنا جايبين احسن واحد يقدر يكلمنا عن هذا الموضوع، الاستاذ الدكتور احمد نعيم. هنتكلم عن الديليما وخريطة الطريق ازاي نتعامل مع distal radial fractures. قبل ما الدكتور احمد ياخد التوك، بحب طبعا اشكر قسم العظام مستشفى النيل برئاسه دكتور اسامه عبد الرشيد، بشكر الشركه الراعيه الدائمه معانا شركه الكزير، بشكر فريق العمل، بشكر كل السبيكرز اللي بيقولنا وبياخدوا من وقتهم، ربنا يجزيهم خير، وبشكر طبعا كل اور اودينز زملائنا وابنائنا واساتذتنا. اتفضل يا دكتور احمد. السلام عليكم دكتور عاطف، يعني أنا بشكر حضرتك طبعا على الاستضافة وعلى تنظيمه، يعني وربنا يجعله في ميزان حسناتك. وطبعا حضرتك ودكتور أسامة يعني بتبذلوا جهد يعني كبير جدا، يعني وربنا يجعله يعني في ميزان حسناتكم. وطبعا بشكر فريق العمل اللي أنا يعني ما تشرفتش قابلته، يعني أعضاء قسم جراحة العظام في مستشفى النيل. وطبعا انا مقدر تماما حجم المجهود واللي هم بيبذلوه يعني عشان الموضوع يخرج بهذه الصوره وبهذه الاستمراريه وعلى هذا المستوى. يعني بشكر طبعا الشركه الراعيه شركه الكسير، وابتدي بقى كده بعد اذن حضراتكم كده هنتكلم النهارده. طبعا هي الديستال ريديوس فراكشرز دي يعني one of the commonest fractures، يعني ان ما كانش هو الاكثر شيوعا على الاطلاق يعني. وبعض الاحصائيات يعني بتقول ان هو تقريبا يعني بيمثل سوتس الفراكشرز او التروما اللي بنشوفها في الامرجنسي روم. والحقيقه الموضوع مليان دايليما وفي كونتروفيرسيز وفي حاجات كده يعني unsolved problems كتيرة جدا. احنا مش عارفين لغاية دلوقتي البيست كلاسيفيكيشن سيستم، مش قادرين يعني نحدد بدقة ايه الستيبل unstable fractures، ايه الانديكيشنز precisely، ايه الحاجات اللي تمشي نون اوبراتيفلي اند الاوبراتيف تريتمنت، البيست ابروتش، الايديال فيكسيشن، كل دي تساؤلات وحاجات لغايه دلوقتي ما نقدرش نقول ان احنا حسمناها بالرغم الابلكيشنز الكبيره والاكسبيرينس الكتيره والامبلانس الكتيره. وهنرجع تاني كده الكولز فراكشر ده اتوصف اول حاجه، اول ما اتوصف بابراهام كولز سنه 1000 من حوالي 200 سنه تقريبا. والراجل يعني هذا الدكتور يعني كان لي كلمة في أول وصفه للكلام ده، هو على فكرة كان بيستعمل سبلينس كده فولر ودورسل عشان بس يعالج ال distal radius fractures. بس هو كان بيقول كلمة يعني بالنسبة لي غريبة جدا، يعني بيقول the limb will again enjoy perfect freedom in all of its motions and be completely exempt from pain. حقيقة يعني الكلام ده يبدو بالنسبة لنا وبالنسبة لي غريب جدا دلوقتي، لكن يعني هنقول طبعا ان يعني من 200 سنة فاتت الأحوال والفورسز والتروما كان غير خالص، غير اللي كان موجود أيامه يعني. وهو يكفي فخرا ان هو وصف هذا الفراكشر، وهو كريديتد بان هو كان أول واحد وصفه بالرغم ان كان لسه الإكس رايز لسه ما كانتش يعني اخترعت. لكن معقولة بالتو سبلينس دول العيانين هيبقوا فريدم، عندهم الرينج اوف موشن يعني حاجه بيرفكت وما عندهمش اي بين؟ غريب جدا الحقيقه. الاوبجكتيفز بتاعت البرزنتيشن هنتكلم على الكلاسيفيكيشن اند مينلي اي او كلاسيفيكيشن. هنتكلم بقى عايزين نتكلم على احنا عايزين نبقى براكتيكال اكتر، هنتكلم على ايه الفراكشرز اللي تبقى تتعمل لها جبس، وايه اللي تدخل الاوبراتيف تريت، وامتى نعمل الكلام ده، السيرجري دي نعملها امتى، وايه الايديال ميثود اوف تريتمنت اذا كان فيه.
باختصار احنا هناخد المريض اهو اللي جاله ديستال ريديوس، هناخده كده في رحله كده لغايه لما ان شاء الله يعني هوبفولي ان هو يستعيد البري اوبراتيف ليفل اوف اكتيفيتي بتاعه. نتكلم في البدايه على المايكرو ستراكشر اوف ذا ديستال ريديوس. الحقيقه دي يعني يعني ده بقى صنع الله الذي احسن كل شيء صنع، يعني يبدو واضحا في الكلام ده هندسة يعني على أعلى مستوى. يعني لما نتفرج كده على المايكرو أناتومي ونشوف الستركشرز كده، وإن في عندنا primary bone plates وتخللها secondary plates وبينهم trabeculae، وده بيسمح بأن البلد سبلاي يدخل وبيسمح أن الأبزوربشن للفورسز أو الشوك أبزوربشن تحصل. حاجه كده في الهندسه هم بيسموها الهاني كومب ساندويتش بانل، هم بيحكوها في الهندسه عشان لما بتسمح بالبندنج وتسمح بالابزوربشن اوف فورس. مش كده وبس، السب كوندرال بليت اللي موجوده دي بتشتغل كانها اللي هم بيسموها ليف سبرينج اوف ذا ريست. ال 2 ملم اوف ذا سب كوندرال بون عامل زي السبرينج السسبنشن اللي موجود في العربيات اللي بي 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 بيقلل الصدمات في العربيات، وده واحد من الحاجات المودلز القديمه، لكن هي نفس الفكره. كل الحاجات دي بتلاقيها شغل ميكانيكا على اعلى مستوى في الحته الصغيره 2 ملم دي بتعمل لنا هذا الشغل. لما اتفرج كمان على الساجيتال مايكرو اناتومي هنلاقي الترابيكولي واخده عامله كانها ارشز في الديستال بورت بتاع الريديوس، والارشز دي بتنقل الفورسز لونجيتيودنال تحت بروكسيمال ولاترالي عشان تقابل الكورتيكال بونز هنا اللي بيبقى فيري ثيك عشان يسبورت الارش. كل ده بيسمح بالترانسميشن اوف ذا لودز without any increase in the stress without tension. حاجة ما حصلتش يعني، تبارك الله سبحانه وتعالى. وهم برضو عاملة زي البريدج. كل ده شغل حاجات ميكانيكا. احنا بقى طبعا احنا ايه يعني هو الميكانيكا بقى هي اللي بتحاني الهندسة والميكانيكا والكلام ده، هم اللي بيحاكوا هذا الشغل. هو زي كأنه أرش بريدج والترابي ادي دي اللي هو بيسموها الديك، دي هي السب كوندرال بون بليت بتأبزورب اللودز تنقلها through الارشز دي هنا للكورتيكال بونز، وبحيث انها تضمن اقل لود او اقل فورس ستريسز على الكورتيكال بون، وتخلي بتبقى اللودز دي تتنقل في كومبريشن. واحنا عارفين ان البونز يقدر يريزيست الكومبريشن rather than tension، فدي ماشيه مع الفانكشن بتاعه البون. وفي فرق بين الفولر كورتكس والدورسال كورتكس. الفولر مصممه انها تتعرض لكمبريشن في الديلي اكتيفيتي، وعشان كده هنلاقيها ثيكر، بعكس الدورسال كورتكس اللي هي بتتعرض لتنشن اكتر وعشان كده فيري ثين، وده هيبقى ليه امبليكيشن في الفراكشرز. عشان كده دايما بتبقى دايما المشاكل او الكوميونيشن بيحصل في الدورسال بارت rather than the volar، والعكس لما بيحصل في الفولر ده معناه ان في هاي انرجي تروما، ان الستاوت والكورتكس ثيك في الفولر دي لما بتتكسر ده معناه ان كانت تروما هاي انرجي تروما. ريست ليجامنتس برضو بتلعب دور مهم، ويمكن اكتر الفولر ليجامنتس هي اقوى، ولكن دول بيعوضوا بقى الضعف البونز في التنشن. هي بتريزيست التنشن وبتأدي ستابيليتي وبتحفظ الكاربل بونز، لان احنا عارفين الانكلينيشن بتاع الريديوس ده بيخلي فيه تندنسي اوف ذا كاربل بونز تو سليب اور تو ديسبليس بورالي اند اونلي، لكن الكلام ده بيبقى ريزيستد بالليجامنتس بتاعه الريست. ميكانيزم طبعا الحاجه الشهيره يا اما فولينج ان اوت ستريتشد هاند زي ما هنا، او في الحالات بقى ايه الموتور كار اكسيدنتس والحوادث. ايه اللي بيحصل؟ هايبر اكستنشن اللي بيحصل ده بيعمل بيخلي في تنشن هنا وكمبريشن على الدورسال، تنشن في الفولر سايد وكمبريشن على الكورتكس الدورسال اللي هي قلنا انها فيري ثين. ودي الاحمر ده هو الريد زون، يعني دي زون اوف انجري.
كل ما كانت التروما اكبر وكل ما كان الاكستنشن اكبر، كل ما كان الزون اوف انجري اكبر واعرض وانفولفنج جزء اكبر من الدورسال كورتكس، وكل ما بيزيد برضو بيزيد التنشن في الليجامنتس، وممكن الكاربال بونز تكسر كمان الفولر بارت. المحصله في النهايه الديستال ريديس فراكشرز دي هتبقى البلاي او الانتر بلاي بين 3 فورسز، اكسترنسك فورسز اللي هي الاكتنج فورس اللي حصلت اللي كسرت، والبوزيشن اوف ذا ريست برده هيفرق في ال والانترنسك فاكتورز بقى الكواليتي اوف بون والافيك وال يعني السترينث بتاع الليجامنتس. على حسب ده المالتي فاكتوريال اليمنتس دي هيبتدي ينتج لنا بقى ايه الفراكشرز. فمثلا الفراكشرز على الراديال سايت بتمر عن طريق بقى الكابيتيت للسكافويد في الدايركشن ده، بالعكس بقى الفولر ارنر كورنر ده بيكسر بفورس دايركتد ارنرلي ثرو كابيتيت واليونيت. مش دايما الاكستنشن اوف ذا ريست معناه ان دورسال كومنيوشن، لا ساعات برضو على حسب الفورس ماشيه ازاي ممكن يكسر دورسال او ممكن يكسر فولر. فكل دي فاريبلز بتدينا يعني تايبس اوف فراكشرز كتير قوي. هي برضو الليجامنتس بدانا ناخد بالنا ان الفراكشرز بتمشي في المناطق اللي هي بين الليجامنتس في الانتر ليجامنتس انتر ليجامنتس بلينز. يعني وجدنا ان معظم الفراكشرز بتبتدي بقى في المنطقه، احنا عندنا هنا الفولر ليجامنتس لكن بينهم هنا كده في المنطقه بتاعه السكافول يونيت الحته دي ما فيهاش ليجامنت، الجزء ده ما فيهوش ليجامنتس اللي هو بين الدورسال وبين الراديال ليجامنتس، والجزء الميديال هنا ما فيش ليجامنتس. الثلاثه بوينتس دول عاده الفراكشر لاينز بتمشي من خلاله. وعشان كده هنلاقي فراكشرز كتيرة كلها بتحترم هذا اللاينز. يعني مثلا دول تو بارت فراكشرز، تو بارت فراكشر الجزء الاحمر هتلاقيه ماشي بين الليجمنتس، الاخضر ده اللي على الحرف على الايدج ده هو الليجمنتس، هتلاقي الفراكشر لاينز ماشيه كده، هنا ماشيه كده، ماشيه دورسال ارنر كورنر كده، الراديال كولم لما بيتكسر ماشي كده، الانترميديت كولم لما يتكسر برضو بين الليجمنت. هتلاقوا معظم الحاجات دي في التو بارتس فراكشر بتحترم، وخصوصا مع اللو انرجي تروما. طبعا لما بتزيد التروما بيبتدي بقى ايه الكلام ده بيبقى ديسربتد وما بيبقاش فيه ريسبكت لاي هذه، لكن معظمها زي هنا كده زي ما حضراتكم شايفين هنا هنلاقي الفراكشر لاينز بتحترم هذا الجزء بين الليجامنتس، هتلاقيها كده. وبيعملوا لنا حاجه اسمها اوستيو ليجامنتس يونت، يعني بقت دي الجزء المكسور عباره عن بون ومعاه ليجامنتس، هتلاقيها كده ماشيه كده معظمها كده في التو بارت فراكشر. نخلي بالنا برضو ان في حاجه اسمها البولر مارجنال ريم فراكشرز، ودي الكلام عليها كتير قوي وبدانا ناخد بالنا من اهميتها وخطورتها كمان. دي برضو مع الفول لون اوت ستريتشد هاند بتحصل نفس الكلام، والفراكشر بيحصل الكاربال بونز يحصل له اكستنشن ويبتدي يضرب او يسترايك الديستال ريديس هنا، والفراكشر لاين بيبروباجيت ويعمل لنا الفراجمنت الخطيره دي اللي هي في الفولر النر كورنر. ولما بتبقى صغيره كتير من الاحيان بتسليب من البليت وتاخد معاها بقى الكاربال بونز اللي هو اتاتشد ستيل اتاتشد بالفولر ليجامنتس، هنتكلم عليها بعد شويه ان شاء الله. طيب جزء يعني هنتكلم كده بصوره برضو مبسطه الحاجات المهمه في الايمجنج. يعني الايمجنج ده فيه كلام كتير قوي لكن احنا هنتكلم على الاجزاء اللي تهمنا في تناولنا للفراكشر من ناحيه الكلاسيفيكيشن وان احنا هاو تو بروسيد وذ ذا فراكشر. تقريبا مفيش حاجه واحده هتقدر تغطي لنا، احنا عمالين تو جاذر الانفورميشنز من الاكس راي من السي تي لو احتاجنا، بنجمع ده والكت ده والاي بي كذا واللاترال كذا، عمالين نجمع عشان في الاخر الصوره توضح لنا ونبقى داخلين لو هندخل او نقدر نتصور الشكل الفجأة الكونفيجريشن بتاع الكسر ان 3 دايمنشنال بيكتشر، بحيث ان احنا نقدر نمانج بروبرلي هذا الكسر.
نقطة برضو نحب نعرفها، إن إحنا لما بنصور الإكس راي، أدي هاخد الـ AP، نتيجة الفولر تلت بتاع الراديوس، إيه الجزء البربنديكولر؟ الجزء البربنديكولر هو الفولر أرتيكولر سيرفيس، هو اللي هيبقى بربنديكولر على البيم بتاع الإكس راي، وعشان كده هو ده الجزء اللي هيبان لي دنس، يعني اللاين الدنس ده لما نبص كده على الاكس راي ده، معلش بص حضراتكم كده بصوا على الارو من قدام كده، ده في عندي دنس لاين، وورا كده في فينت لاين ديستال لللاين ده. مين الدنس ده؟ الدنس ده هو الفولر بارت، الفولر ارتيكولار ريم، والثين ده هو الدورسال ارتيكولار ريم. ده عشان نعرف لما نشوف في جابينج او في ستيب او كده يبقى عارفين هي فين. بس الكلام ده ابليكابل امتى؟ لما في النورمال كونديشن. لكن لو حصل دورسال انجوليشن في الراديوس زي ما معظم الاوقات بيحصل، مين البارت بقى اللي هيبقى بيربنديكولر؟ هيبقى الدورسال ريم بقى، هو ده اللي هيبقى دلوقتي هو البيربنديكولر على والتاني ده هو اللي هيبقى الفولر ريم، ده هيبقى ديستال للبيم بتاع الاكس راي، وبالتالي الصوره هتتعكس. يبقى هنلاقي الدنس لاين هو اللي هيبقى الدورسال ريم، لكن الفولرلي او الديستال بارت ده هو الفولر ريم. فاحنا ما نقدر، يبقى دايما نكورليت ده مع ده عشان نعرف لو احنا عايزين نعرف لو في ستيب زي ما قلنا او في جابنج او في كده، نبقى عارفين دي فين موقعها. من الحاجات برضو اللي مهمه بالنسبه لنا بنبص عليها اللاترال ديسبيسمنت اللي بتحصل مع الراديوس، ودي احنا بنكورليت ازاي؟ بنعرفها ازاي؟ بنعرفها من العلاقه بتاعت اليونيت. لو حصل ديستال ديسبيسمنت يعني رايحت لاترال كده، هياخد الكاربال بونز كده ويروح لاترال. طب احنا بنعرف ازاي؟ احنا عايزين حاجه طريقه ماثيماتيكال نقدر ايه تبقى ابليكابل لكل الناس. بناخد لاين كده من الشافت بتاع الراديوس، من الالنر كورد، من الالنر شافت بتاعت الراديوس تحت الميتافيز هنا، ونشوفها بتانترسكت اليونيت فين، وناخد لاين كده ترانسفيرس بارلل للارتيكولار سيرفيس بتاع الراديوس في اليونيت، بس في اعرض حته في الوايدست بارت اوف ذا اليونيت، ونشوف اللاين ده كروسنج اليونيت فين. مفترض ان هو ان اي دي اللي هي من اول الراديال سايد لغايه هنا تبقى حوالي 45% من اليونيت. لو اتغير هذا الكلام ده يبقى معنى كده ان في ديسبيسمنت. مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الديسبيسمنت ده، ليه؟ لان البليتس، لان ده ليه امبليكيشن. اولا اللاترال ديسبيسمنت دي لما بتحصل، لما الراديوس تيونايت في لاترال ديسبيسمنت هنا، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل التنشن بتاع الانتر اوسيس ممبرين بيقل. يعني هي احنا ممكن نبص لها بطريقه ثانيه، ان الشافت كانها جت راحت النر كده، يعني لما هي تلحم كده يبقى كان الشافت هي اللي راحت النر، وطالما الشافت راحت النر يبقى قربت الانتر اوسيس ممبرين التنشن في قلب، وده سكندري ستابلايزر للدي ار يو جي. واذا كنا احنا برضو عارفين ان ممكن مع التروما بيحصل مشاكل في الاستايلويد قلنا، وممكن يبقى في مشاكل عندنا في الدي ار يو جي، فمش عايزين نقاد احنا بان احنا يحصل مننا مال يونيون في القصه دي. فاحنا دي مهمه برضو نخلي بالنا عليها، وخصوصا ان البليتس بتاعتنا ما بتصلحش الحكايه دي. يعني البليت ممكن هي لوحدها تصلح لنا الفولر تلت، ممكن مش عارف تصلح لنا باللينث، مش عارف، لكن ما بتصلح لناش اللاترال ديسبيسمنت دي، عشان كده ناخد بالنا. الحاجه الثانيه برضو معلش انا فاتتني بس اقولها لكم، ان احنا لازم نتاكد ان الاي بي ده ترو اي بي. نعرفه ازاي؟ ان الستايلويد الالنر بارت بتاعها مكمل مع الالنر شيفت، ان الجزء اللي هو ده شايفين الحته دي اللي هي الجروف بتاع الاكسنسور كاربي النيرس بتبقى ريديا للستايلويد النا هنا، ده بيضمن لنا ان احنا واخدين ترو اي بي. هنبص على اللاترال فيو، واحنا اللاترال فيو نعرف ازاي ان احنا ديد لاترال ما عندناش برونيشن ولا سوبينيشن؟ عندنا طريقتين او ثلاثه. الطريقه الاولانيه ان انا هاخد اللاين ده ماشي مع الفولر كورتكس، الفولر مش الميد اكسس بتاع الراديوس، الفولر كورتكس بتاع الراديوس هيقطع السنتر اوف ذا كابيتيت او سنتر اوف ذا هيد اوف ذا كابيتيت. ده كده معناه ان انا واخد ديد ترو ديد لاترال فيو. الحاجه الثانيه بنشوف العلاقه ما بين السكافويد
الفولر بارت بتاع الاسكافويد والفولر بارت بتاع الكبديت، شايفين بين الـ بين التو الاروز دول، هنا ادي باخد تانجنشال على الفولر اسبيكت بتاع الكبديت، على التيوبروسيتي بتاعت الاسكافويد اسف، والفولر اسبيكت او تانجنشال على الفولر اسبيكت بتاع الاسكافويد. المفروض ان البيزي فور العظمه دي اللي انا شايف اللي انا عمال اعملها اللي هي راوند دي تبقى laying between the two lines دول. لو هي جوه دول يبقى احنا كده this is a dead true dead lateral view ومفيش pronation ولا supination. لكن لو لقيت البيزيفورم دي رايحة كده قدام معدية هنا الاسكافويد او رايحة ورا خالص يبقى دي في some sort of pronation او supination. طب ايه قيمة lateral view؟ lateral view طبعا الحاجة الشهيرة بنشوف فيه الفولارتيلتي زي ما هنتكلم دلوقتي، لكن في كمان في حاجة اسمها tear drop angle. tear drop angle دي هي الانجل اللي ماشية في السنتر بتاع الفولر ريم، الحتة دي بتاعت الراديوس شايفينها. ودي يا ريت واحنا بناخد اللاترال فيو عشان تبقى واضحة ان احنا ناخده يعني ناخد اللاترال فيو بس احنا رافعينه حوالي 20 درجة كده ولا حاجة عشان يبقى الارتيكولار سيرفيس تقريبا كله ما نعوض، مش عايزين تظهر معانا الستايلويد راديوس. ايه الانجل دي؟ انجل لاين بيعدي في نص الفولر ريم كده زي اللاين ده يقابل الميد اكسس بتاع الراديوس، هي الانجل اللي بينهم بقى الانترسكشن اللي بينهم دي، الانجل دي اللي هي في النورمال تقريبا 70 درجه، دي اللي بنسميها تير دروب انجل. ودي ليها اهميه زي ما هنشوف دلوقتي. ايه بقى قيمه التير دروب انجل دي؟ بتورينا الفولر ريم بارت ده. بصوا حضراتكم معايا هنا، ادي احنا باصين كده في السي تي، ادي الفولر ريم هنا كده في الشير فراكشر ده، الانجل اهي معديه في النص مقابله الميد اكسس تقريبا، الانجل ده تقريبا 70 درجه، الانجل هنا ما اتغيرتش خالص. ده معناه ايه؟ معناه ان هي جاست ديسبليسد، لكن الفولر ريم ده يعني عايز يرجع ونحط له بليت كده على طول، لكن ما حصلوش ديسبليسمنت. لكن بصوا حضراتكم هنا بقى في الصوره دي، الانجل دي قلت، التير دروب دي انجل قلت قوي، بصوا بقت قد ايه؟ يعني يمكن 20 درجه مثلا ولا حاجه. ده معناه ايه؟ معناه حاجتين، ان هو الفولر ليجمنت موجوده لسه بس هي اتقلبت واخدها ورا بقى، هي بتسبليس ورا واخده معاها الحته الفولر دي واتقلبت ورا، فدي لازم ترجع. يعني مش مجرد ان انا احط عليها بليت كده وارجع الحته اللي ورا دي، اقفل الحته اللي ورا دي وخلاص سلام عليكم، لا انا دي لازم ترجع، دي ما رجعتش مكانها، اب تو ان انا يعني اشوف بقى فيكسيشن كمان، وممكن افتح لو انا افتح مثلا دورسال لا دي ومش راضيه ترجع يبقى انا لازم ارجعها عشان استعيد تاني اللاترال التير دروب انجل. الحاجه الاخيره في اللاترال فيو بتهمنا برضو ان الاي بي ديستانس بتاعت من الفولر ريم للدورسال ريم هنا كده، ان الديستانس دي تقريبا تبقى زيها نفس الدايمنشنز بتاعت اليونيت، لازم ابص عليها ما حصليش جابنج في الانتروبوسيرير ديستانس زي اللي هنا كده. بصوا حضراتكم هنا اليونيت فين والديستال ريديوس فين، ده معناه ايه؟ معناه ان في عندي جاب حتى لو انا مش شايفها كويس في الاكس راي، بس الجابنج الوايدننج اللي حصل في الايبي ديستانس ده في الديستانس دي، ده معناه ان في جابنج وانها لازم ترجع. والدبل شادو اللي هنا ده في الحته الفولر ده معناه ان في ممكن في مشكله في الفولر ارنا كورنر، مش واضحه قوي بس لازم هدور عليها في السي تي. السي تي بقى ده مهم جدا خصوصا في الانترا ارتكولار فراكشرز وفي الكوميونيتد فراكشرز اوف، يعني مهم جدا، واللي هو الفيس اون ده ظريف جدا بيوريني الارتكولار سيرفيس كده بعد السبستراك بعد السبتراكشن للكاربل بونز. وهنا شايفين الفولر ريم دي، انا عمال اتكلم على الفولر ريم دي عشان بتعمل لنا مشاكل، ما بتجيش كتير الحمد لله لكن ممكن تعمل لنا مشاكل كبيره جدا. زي ما قلنا احنا عمالين نجاذر الانفورميشن من كل حاجه، من الاي بي هيدينا معلومات، واللاترال هتدينا معلومات، السي تي هيدينا معلومات، الساجيتال كاتس هتدينا، بتورينا الشير فراكشرز اللي رايحه هنا ولا رايحه دورسال، ممكن نشوف الكومنيوشن اللي موجود سنترال، كل نشوف السبلكسيشن اللي موجود في الكاربال بونز، دي معلومات هستقيها من الساجيتال كاتس. كورونال بقى هتديني الراديال كولم، هتديني الالنا اخبارها ايه،
هتدي لي الراديال كولم اخباره ايه، ولو في سنترال برضو كومبريشن او ديبريشنز كل دي هتبان في الكورونال كاتس. الاكسل كاتس برضو ليها دور مهم جدا. بقى بتوريني بقى السيجمويد نوتش والدورسال ارنر كورنر والفولر ارنر كورنرز اخبارهم ايه، والانتجريتي بتاعت النوتش ودي ار يو جي جوينت، كل دي حاجات مهمه بتفيدنا في الـ في الـ في, في التصور العام، عشان ابقى داخل وعلى نور وانا بحكم الجادج وبدي الديسيجن بتاعي. وعشان كمان انا لو هريكونستراكت الكلام ده في السيرجري لازم كل ده على نور. طيب ايه بقى النورمال راديولوجيكال بارامترز؟ هم يعني ربنا مسهلها لنا، يعني هم رول اوف 11. عندنا الفولر تيلت، انا مش هتكلم بقى على الحاجات دي كتير، يعني الفولر تيلت بقى اللي هو اللاين ده مع ده حوالي 11 درجه. عندنا الراديال تيلت اللي هو هنا الانجل دي مع الانجل مع اللاين ده مع اللاين ده، ودي حوالي 22 درجه. الراديال لينث بقى اللي احنا بنوصفه ما بين التانجنشال على الستايلويد راديوس مع الارتيكولر التانجنشال على الارتيكولر سيرفيس بتاع الالنا، المسافه دي برضو حوالي 11 ملي. وحاجه اسمها الالنا فاريانس، الالنا فاريانس برضو دي الهايت ما بين او التانجنشال ما بين نفس اللاين اللي احنا خدناه على الارتيكولر سيرفيس بتاع الالنا مع الارتيكولر سيرفيس بتاع الميديال بارت بتاع الراديوس. ودي حقيقه اللاين ده المفروض ناخده في النص ما بين فاكرين الفولر والفولر لاين والدورسال لاين اللي احنا قلناهم اللي هو في الفيو بتاع الكاربال فاسيت هورايزون ده، او اللي هو اللي ما احنا قلنا ان بيبقى دنس في الفولر والكلام ده. احنا المفروض ناخد المنتصف ما بينهم وناخد الهايت ما بين ده وده، وده بيدينا الالنا فارينس اللي هي كانها بقى مش رول اوف 11، هتبقى 1 زائد 1 اللي هي حوالي اب تو 2 مليمتر. هي ده النورمال. احنا الليتريتشر فيه حاجات كتيره بتسبورت النوشن ده، ان كل ما احنا رجعنا الاناتومي ان الريزيديوال فانكشن بتاعت الريست او الفانكشن بالبوست اوب الفانكشن بتاعت الريست هتبقى احسن وافضل. احنا بنبقى حريصين على ان احنا نرجع الايه الاناتوميك كرايتيريا اللي فاتت دي. بس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى برضو ان هو ادانا مارجن مش لازم كل حاجه ترجع بالملي، لا الحمد لله برضو احنا لقينا ان في حاجات بتفرق، حاجات بسيطه خالص بدون ما يبقى في سيجنيفيكانت فانكشنال امبيرمنت. زي ايه بقى؟ ان البالمر تيلت ده بدل ما هو كان 11 لا لغايه نيوترال، يعني لو حصل لص لل 11 درجه دول 10 درجات دول راحوا وبقى زيرو، ده اكسبتد مفيش مشكله عندنا قوي، مش هيبقى في فانكشنال امبيرمنت كبير. الراديال تيلت بدل ما 22 لغايه 15 مقبول، الراديال لينث بدل ما هو 11 ملي لغايه 5 ملي هايت لينث مقبول برضو بالنسبه لنا. الالنر فاريانس لو نزلت من 2 اتغيرت من 2 لغايه 0 برضو مفيش مشاكل قوي، ما عندناش مشاكل. انترا ارتيكولار سيب في ناس بتقول انها لغايه 1 مليمتر اكسبتد، وفي ناس بتتوسع في القصه دي وبتقول 2 مليمتر، وخلينا احنا برضو مع ال 2 مليمتر. يبقى دي الاكسبتد ريدكشن، الاكسبتد كرايتيريا، الفروق البسيطه من النورمال اللي دي لا تعني او تعني ان ما فيش ان شاء الله مشكله. لو لحمت على كده most probably will not will يعني there will be no impaired function. طيب عرفنا النورمال، عرفنا شويه اناتومي كده، وعرفنا التروما ازاي والانسنس. طيب هنعالج بقى ازاي بقى الديستال ريديوس، وده المحور بتاع هنعالجه زي اي فراكشر موجود عندنا. ايه هي البرنسبلز بتاعتنا؟ ان احنا هنعمل ريدكشن وبعد كده نمسك الفراكشر ده نمنتين الريدكشن ده لغايه لما يلحم، اللي هو هيلحم حوالي 5-6 اسابيع، وبعد كده ريهابيليتيشن اذا احتاجنا، او يعني اذا يعني ريهابيليتيشن لازم، بس يعني قصدي اذا احتاجنا كمان لو فيزيوثيرابي او كده. كلوز ريدكشن مش هنتكلم فيه قوي، كلنا عارفينه وكلنا خبراء فيه. وبعد كده هنمسك الكسر ده لغايه لما يلحم. هنمسكه ازاي بقى؟ والله لو هو ستيبل وراسي في مكانه كاست هيبقى كافي خالص، لكن لو هو مش ستيبل والدنيا بتلعب وفي مشكله يبقى الجبس ده يبقى لازم ندور على حاجه ثانيه غير الجبس. الجبس مش هيسعفنا في القصه دي، خصوصا ان احنا قاعدين 5-6 اسابيع.
اي ده هيجرنا بقى احنا عمالين نقول ستيبل وانستيبل. طب ايه الديفينيشن اوف ذا ستيبل فراكشر؟ ستيبل فراكشر ده حاجتين مع بعض لازم هما الاثنين مع بعض. معنى ايه هو؟ ان هو هيرجع لل هيخش بقى في الكرايتيريا بتاع الاكسبتد اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هو اكسبتبلي الايند افتر ريدكشن. يعني انا بعد ما رجعته رجع وبقى كويس، بقى اكسبتد، مش هقول اناتوميكال ولكن اكسبتد. بس كده لا، دي هنعرفها ازاي؟ هنعرفها من واحنا جوه في العمليات بالانتر اوبراتيف ايمج، خلاص عرفنا ان ده بقى اكسبتد تمام. لكن مش ده بس كفايه، ان هو هيفضل على الوضع ده لغايه لما يلحم في الجبس. هي دي بقى المشكله، ان هو مش هيحصل له ديسبيسمنت في الكاست لغايه الست اسابيع اللي جايين. طب الكلام ده انا هعرفه ازاي؟ دي مشكله. يعني انا التاني ده اللي هشوفه بالانترا اوبراتيف ايمج خلاص عرفته، لكن انا هعرف منين منين وانا دلوقتي ان الـ ان الـ ان الـ ان الكسر ده اللي انا هسميه ستيبل وهخليه يمشي بالجبس انه هيفضل كده لست اسابيع وان هو مش محتاج عمليه؟ هنعرف ازاي؟ يعني طبعا دي مشكله. انا عشان كده انا جايب عندي في العياده خالتي ستوته دي، انا بقعدها اي حاله ديستال ريديوس جاي داخل، طب ثانيه واحده حضرتك اقوم رايح يا حاجه بص لنا كده على البتاع ده، هتمشي هيقعد في الست اسابيع دول كويس ولا؟ هتقول لي اه لا ده هيمشي جبس كويس، اقوم طالع اقول للعيان كده. فانا مريح دماغي من القصه دي الحمد لله، يعني ما عنديش اي مشاكل. لكن طب لو واحد بقى مش هيعرف يجيبها بقى نعمل ايه؟ هل عندنا حل تاني؟ اه عندنا، هنتنبأ وهنشعوذ. لا مش هنشعوذ ولا حاجه، لكن ايه هي بقى ايه اللي انا هشوفه في ايه يعني اللي هي الجلاس بول بتاعتي؟ هي دي، شايفين اللي جوه دي بقى الاكس راي، الانيشال اكس راي اللي جاي لي بيها ساعه الكسر، هي دي الجلاس بول اللي انا بقدر اتنبأ بيها ان الكسر ده هيبقى ستيبل في الجبس ولا لا. طيب انا بحكم عليها ازاي؟ بحكم عليها بقى بالساينز دي. الساينز دي لما اشوفها اعرف ان الكسر ده مش ستيبل، غالبا مش هيبقى ستيبل، وغالبا مش هيكمل معايا، وغالبا عشان كده انا هحوله عمليات من الاول لما اشوفه. لو شفت الساينز دي اللي احنا هنتكلم عليها يبقى العيان ده مش الجبس مش كافي بالنسبه له ومحتاج other method of fixation. لو انا لقيت ان في انيشال شورتنينج للريديوس اكتر من 5 ملم، احنا كنا بنقول اكسبتد لغايه من 22 ال 11 ده لغايه كده، لا لقيت بقى اكتر من 5 ملم، لا يبقى ده الموضوع ده كريتيكال، ده غالبا ما مش هيكمل ده. لو انا لقيت الانيشال دورسال تلت بقى اكتر من 20، لو لقيت الانيشال ديسبيسمنت الترانسليشن ده اكتر من 1 سنتيمتر، كل دي ساينز بتقول لي ان في انستابيلتي. حاجات بقى في الفراكشر باترن، لو لقيت الدورسال كومينيوشن اكتر من 50% في الاكس راي اللاترال، ده معنى كده ان الانرجي التروما دي كبيره، وانا لما هرجعه برضه هيحصل كولابس تاني، فده الجبس مش كفايه. لو فاكرين لما قلنا ان الفورال كورتكس دي حاجه فيري سترونج، لما الاقيها فيها كومينيوشن الله ده دي مش هتسبورت، احنا اصلا بنرجع الدورسال ده على الفولر عشان يسبورت، لا لما هي اصلا هي كومينيوتد اصلا هتكمل ازاي؟ انتر ارتكولار ديسربشن برضو ناس بتعتبره ان هو او ساين اوف انستابيليتي. الاوبليك فراكشر لاينز برضو دي مش ظريفه وبتحتاج غالبا فيكسيشن، مش كافي الجبس فيها. ولو معانا اسوشيتد النر فراكشرز في الديستال اند فراكشرز، مش الستايلويد، الستايلويد يمكن هنتكلم عليها شويه، لكن ديستال اند فراكشرز كل دي معناها انستابيليتي. سيفير اوستيوبوروزس معناها ان الجبس مش كافي. كل دي حاجات انا بقى لما اشوف الساينز دي من الاول في الانيشال اكس راي مش بعد الريدكشن، تاني مهم جدا مش بعد الريدكشن، الانيشال اكس راي لما اشوف في الساينز دي يبقى ده هيخش في الكاتيجوري بتاع الاوبريشنز مش الجبس، ده انستابل. وبالتالي بقى انا عشان كده دايما بقول للفيلوز بتوعي انا بعرفهم ديستال ريديوس فراكشر دي 3 كويشنز. انت قاعد في الاستقبال قبل ما تبلغني او قبل ما تكلمني، قبل ما انت تعمل مانجمنت، قبل ما تكلم حد، انت عندك ثلاثة questions في بالك. ايه هم الثلاثة؟ السؤال الاولاني هل الكسر ده accepted ولا لا؟ واحنا عرفنا الكرايتيريا، لو هو accepted يبقى ايه؟
جبس على طول. طيب السؤال الثاني، لو هو بقى مش اكسبتد، السؤال الثاني هيظهر هو مش اكسبتد، يبقى ده ستيبل. السؤال الثاني بقى هو ستيبل ولا مش ستيبل؟ لو هو مش لو هو ستيبل يبقى انا هرجعه، هعمل له كلوز ريدكشن ويبقى اكسبتد، وهو ستيبل باي ديفينيشن، فيبقى الجبس كافي بالنسبه له. طيب لو هو من الاول مش اكسبتد بس مش ستيبل، يبقى لا، يبقى في الحاله دي بقى الجبس مش كافي وده هيحتاج اوبريشن. السؤال الثالث بقى بتاعنا اللي هنساله هو ايه هنثبت الكسر اللي هم الكسور الانستيبل دول هنثبتهم ازاي؟ تمام؟ يبقى تاني ادي الثلاث اسئله. يبقى انا الديستال ريديس فراكشر دي بالنسبه لي ثلاث، واحده من ثلاثه، لو هي اكسبتد من الاول جبس، سلام عليكم. لو هي مش اكسبتد بس ستيبل، هي ما عندهاش الكرايتيريا بتاع الانستابيلتي اللي احنا قلناهم الثلاثه، الحاجات الكرايتيريا الكتيره اللي احنا قلناها، بس هي اكسبتد في الحاجات الاولانيه، يبقى ده نعمل له ايه؟ هنعمل له كلوز ريدكشن وبعد كده هنحطه في الجبس. طب لو هو انستيبل، لا ده هيشرفنا في اوضه العمليات بقى، ده مش هينفعه الجبس، ده محتاجين حاجه ثانيه عشان نثبته. الجروب الاخراني ده اللي هيدخل العمليات، في منهم بصوا بقى الناس دول الالدرلي دول فرحانين ليه؟ لان الايفيدنس بيقول دلوقتي ان الالدرلي حتى لو هي مش ستيبل مش فارق معاهم الجبس من الاوبراتيف تريتمنت. الناس اللي هي فوق ال 65 سنه بيعفيو اكسبشنز قليله قوي، لكن ان جنرال الايفيدنس بيست دلوقتي الليتريتشر بتقول ان مش فارق معاهم هنعمل عمليات ولا مش هنعمل عمليات. فدول الجروب دول عشان كده هم فرحانين جدا وطايرين من الفرح. ليه؟ لانهم طلعوا بره العمليات اكتر من 65 حتى لو انستيبل، تبقى يعني ان فيو اكسبشنز، يعني الروتين بتاعك ان هو هتعمل له حتى لو قلت لي مش عارف كذا والكذا وكذا، هيحصل شويه ديفورمتي لكن في النهايه الفانكشنال من ناحيه الفانكشنال تقريبا مش فارقين عن العمليات. فعشان كده احنا الليتريتشر دلوقتي بيسبورت ان احنا نبقى فيري كونزرفتيف تريتمنت مع الناس دي. وانا حتى يعني انا مش فاكر فعلا من زمان قوي انا ما عملتش عيانين بالاردرلي بيشنس، معظمهم بمشيهم كونزرفتيف. طيب هل ممكن ناخد كويز؟ ايه رايكم في الكسر ده؟ ده اكسبتد ولا لا؟ يعني لو حد بس انا ما اعرفش الشات الكويشنز شغاله، يعني ده اكسبتد ولا لا؟ اه شغاله يا تمام. طيب و اكسبتد ولا لا، وده نعتبره ستيبل ولا لا؟ حد كده يجاوبني وليه؟ ثواني ونسمع الى اجاباتهم. في accepted وفي non accepted وفي unstable non accepted. non accepted معظمهم non accepted، مش accepted طبعا، هو مش accepted. يعني احنا لو قلنا الكرايتيريا الكرايتيريا واضحه. طب حد يقول لي ليه مثلا ده مش accepted؟ في حد انا مش عارف. عايزين نسمع بقى ليه مش accepted. هو على فكره باي ذا واي اي unstable طالما هو unstable يبقى غالبا هو مش accepted، يعني ال unstable كلهم مش accepted، لكن احنا طبعا انا متفق تماما ان ده انستيبل لاسباب كتيره. يعني الريديال شورتنينج كبير جدا، بص الريديال انكلينيشن راح خالص، ده بقى ريفرس تقريبا، يعني مش ما فيش ريديال انكلينيشن بقى النر انكلينيشن تقريبا يعني. فده واحنا قلنا اصلا ريديال انكلينيشن احنا بنقبل لغايه 15 ديجري، اكتر من 5 مللي شورتنينج في الريديس، احنا كل تقريبا الريديال حصل شورتنينج بقى زيرو تقريبا، فده انستيبل. تمام. طيب هنا ايه الاخبار؟ ايه رايكم يا شباب؟ كل بيتكلم على كومينيوشن دورسال وفولر، ودورسال انجوليشن اكتر من 20 درجه، كل ده بيتكلموا على فولر تيلت وريديال انكلينيشن والريديال لينس انث لوست ريديال لينث. انا متفق تماما، ده انستيبل فراكشن، ده محتاج عمليه، ده مش جيبس.
الارتيكولار جاب فيها صح. شايفين شايفين ملاحظين؟ برافو اللي قال لي ارتيكولار جاب ده، ده هايل. لان بص بص حضرتك هنا الديستانس الارتيكولار، شايفين الجابنج عن اليونيت اعرض من اليونيت، معنى كده في جابنج. ولو خدتوا بالكم هنا في شادو، في جابنج هنا. فبرافو على اللي قال كده هايل. طيب عايزين ننسى الفيسبوك حاجه زي كده. الفيسبوك يا دكتور احمد انا معايا تفاعل جامد جدا، الاعداد اعداد قويه على الفيسبوك. معلش ما ننساش بابك. معلش. طيب احنا هنا بقى ايه راينا في هذا السيتويشن الاكس ريز دي؟ يعني فيها انا تو ماي مايند ان دي فيها شويه دورسال انجوليشن، يعني هي باسنج يعني معديه نيوترال. انا اي ثينك ان ده كلوزد ريدكشن كده وهيبقى كافي، غالبا هيبقى ستيبل الى حد كبير يعني. ده انا مش هنعمل له عمليات. طيب هنيجي بقى للسؤال. خلاص دخلنا العمليات بقى، خلاص عرفنا احنا اللي عرفنا الجروب اللي هيمشي بجبس، عرفنا الجروب اللي هيمشي في كلوز ريدكشن، وعرفنا بقى اللي هناخد بقى الناس بتوع العمليات دول. طب هنعملهم عمليات امتى؟ البريتش سوسايتي في 2018 قالوا لنا يعني طلعوا لنا كده جايد لاينز عشان التايمينج بتاع السيرجري بيزد على الموجود في الليتريتشر او البيست ايفيدنس من الليتريتشر. قالوا لنا ان الانترا ارتيكولار فراكشرز يفضل ان يبقى في خلال 72 ساعه دي اللي بتدي البيست ريزلتس. اكسترا ارتيكولار معانا براح شويه، ممكن نستنى اسبوع. لكن لو حصل ري ديسبيسمنت بعد المانيبيوليشن والكلوزد ريدكشن يفضل ان احنا تبقى السيرجري بتاعتنا بعد 3 ماكسيمم، يعني بعد 3 ايام. يعني there is no meaning ان انا اخر العيانين دول اللي هم اصلا اوريدي متاخرين. هي دي الجايد لاينز بتاعه التايم اكوردنج للبريتش سوسايتي اوف ذا هاند سيرجري. جينا بقى للسؤال الكريتيكال بتاع الثيرد كويشن بقى. احنا قلنا اول سؤال اكسبتد ولا لا، السؤال الثاني هل هو ستيبل ولا لا، السؤال الثالث بقى للجروب اللي هو مش انستيبل اللي عرفناهم بقى طلعناهم قلنا لهم يلا بقى نطلع بقى فوق في استنونا فوق في العمليات، هنثبتهم بايه؟ ايه الحاجات اللي احنا بنثبت بيها الراديوس؟ عندنا البيننج اكسترنال فيكسيتورز، عندنا زيها طالع بقى دلوقتي الكلام على البريدجنج بليتس، دول حاجه واحده تقريبا يعني قريبين من بعض، هي نفس الكلام ان احنا حاجه تو بريدج الجوينت والسبان الجوينت. والانترنال فيكسيشن مينلي بالبليتس، الموضه بتاعه العصر دلوقتي، وفي محاولات في الليتريتشر كده ايه حاجات انتراميدولاري ديفايسز. طيب هنتفق على برنسبلز كده. اول حاجه انا عندي الناموسه ولا الحشره المزعجه دي انا اقدر اموتها بكذا طريقه. انا جاست تو بافس كده من الانسكتيسايد ده ممكن يموتها لي، وممكن اقعد اجري وراها واقوم طخ رازعها بالمش عارف ايه بالمضرب ده بتاع الحشرات ده، وممكن افجرها اجيب قنابل وديناميت وكلام ده. لكن احنا في تناولنا احنا عايزين الليست انفيسيف، لو في حاجه تؤدي للغرض، لو الليست انفيسيف ده البختين دول بس يموتوا لي، يبقى مفيش داعي بقى لكل الكلام الحاجات الانفيسيف القويه اللي بتاع ده. يبقى انا الليست انفيسيف لو هيأدي لي الغرض يبقى ده كافي بالنسبه لي. طيب امتى بقى افكر انا في الليست انفيسيف؟ في الحاجات دي لو عندي لو انرجي فراكشر، ويا سلام لو ده في لو ديماند بيشنت، ويا سلام كمان لو ده معاه النون دوميننت هاند. وللاسف بقى كمان في الحالات الميديكال كوموربيديتيز يعني ممكن ده يخليني شويه ابقى افكر في القصه دي. لكن الحاجات اللي فوق دي تخليني ابقى وانا بختار اختار less invasive في الحالات دي mostly will be enough. احنا قلنا كمان الليتريتشر الجديد بيقول لنا اصلا الاردلي دول ده يعني الليتريتشر مش ده ما يدخلش العمليات خالص اصلا. طيب الالجوريثم ده يعني انا الحقيقه يعني انا اللي حاطه ده ما يعني دي رؤيتي المتواضعه قد اكون مخطئ فيها، لكن انا اللي شايف ان ده من الحاجات اللي بتسهل التفكير في القصه دي، وهي مش مجرد بس يعني افكاري انا، لكن مطعمه باجزاء كبيره من الليتريتشر. لكن هي دي الطريقه اللي انا بفكر فيها ازاي. انا شايف ان الاي او كلاسيفيكيشن احنا عندنا عشان افكر عندي طريقين للتفكير، اولهم بمعتمد على الاي او كلاسيفيكيشن. الاي او كلاسيفيكيشن ده بيتقسم لايه؟ لثلاثه جروبس كبار، اكسترا ارتيكولر وممكن تبقى سيمبل زي هنا، او مالتي فراجمنتري كوميونيتد زي هنا، ده الاكسترا ارتيكولر. وفي بارشالي ارتيكولر اللي هي الستايلويد ريديوس، وفي الدورسال بارتون والفولار بارتون.
والكمبليت ارتيكولر بقى اللي هو بيبقى يا اما سمبل انتر ارتيكولر وميتافيزيال سمبل، الاثنين دول سمبل، او سمبل ارتيكولر وكومينيوتد ميتافيزيال، او الاثنين كومينيوتد. خلاص عندنا هنشيل بس البتاع الاولانيه دي، عندنا ايه 7 أو 8 حالات من الفراكشرز كده برودلي. تمام، اول حاجه البيركوتينيا سبيننج، طبعا دي شهيره، ادفانتجز كتيره جدا مش هنتكلم فيها، يعني سمبل وتشيب والريزلتس برضو الى حد كبير كويسه ومش اوبن ونوت فايليتنج السوفت تيشو يعني، وكل ومش هسيب هاردوير، كل دي ادفانتجز احنا عارفينها وممكن استخدمها مع حاجات تانية كمان وطرق كتيره وازيد ازودها على كذا وكذا، كل دي ادفانتجز للكي وايرز. انا بقى ايه انهي فراكشرز في دول بستعمل فيه كي وايرز؟ بستعمل في الاكسترا ارتيكولر، ممكن استعملهم في دول في السامبل والمالتي فراجمنتري، ده كل ده في الاكسترا ارتيكولر. بنستعملهم فين؟ بستعملهم هنا، ممكن استعملهم في الستايلويد ريديوس، في الارتيكولر يعني غالبا بستعملهم في هنا، لكن الباقيين دول غالبا ما بقدرش استعملهم. هي دي الحالات اللي انا اقدر استعمل فيها الكي وايرز. طبعا احنا قلنا ابقى ليس انفيسيف كمان بقى لو ده اولد، لو التروما قليله، لو هاي، لو العيان لو ديماند، كل دي هتخليني ماشي ناحيه السكه دي. ودي ليها طرق جديده كتيره جدا للاستخدام، ايذر اكسترا فوكال مش هنتكلم فيها قوي، احنا معنيين قوي بالديسيجن اكتر من التكنيكس هنا. انترا فوكال اللي هي كابانجي تكنيك، كل دي طرق، لكن باختصار كده الاثنين يعني ده لقوا ان ده اكتر حاجه البايوميكانيكال ستاديز بتقول ان الكونستراكت ده اقواهم في الكي وايرز، ان انا اخد اثنين من الستايلويد ريديوس، واحد فولر واحد دورسال، واحد من الدورسال ارنر كورنر، دول اقوى حاجه. ويفضل ان احنا دايما برضو يعني بالمناسبه يعني نبقى نفتح كده فتحه صغيره كده على الكي وايرز، ما ناخدهاش كده يعني عشان نقلل الانجري بتاع السوفت تيشو. ده بالنسبه للكي وايرز. الفيكسيتورز عارفين مزاياها، برضو انفيسيف ليس انفيسيف، وبتدينا برضو مع استابيليتي معقوله والى حد كبير سامبل وكلوزد وكل حاجه. طيب ايه الفراكشرز اللي انا بستخدمها هنا تنفعني، تنفع ان انا استخدم فيها الاكسترنال فيكسيتور؟ يفضل احنا يعني في السامبل مش محتاج، الموضوع السامبل هنا مش محتاج قوي، لكن هنا في المالتي فراجمنتري ممكن يبقى مفيد. البارشل ارتيكولر يعني مش محتاجينه خالص، لكن في الارتيكولر فراكشرز بيظهر برضو دور احيانا مهم واحيانا ما يعني نعرفش نلاقي حل تاني للاكسترنال فيكسيشن. الحقيقه الاكسترنال فيكسيشن او لما انا كنت نايب كان يعني هو بقى اللي كان الموضه ساعتها، كان هو بقى معظم الحالات عمالين نعمل لها اكسترنال فيكسيتور وبتاع وكده، بس شويه شويه بدانا يعني في الثمانينات والتسعينات بدانا بقى نكتشف العيوب، بدا بعد الاستخدام الكبير ليهم بدا يظهر ان ليهم كومبليكيشنز مش بسيطه، ريليتد معظمها للبينز بتاعته، ممكن اعور بقى سوفت تيشو ويحصل بريكج وبين تراكت انفكشن، وساعات بنعمل اوفر ديستراكشن وستيفنس وكلام من ده. وحاجه ثانيه برضو ان مش كل الكسور الليجامنتو تاكسس يعني هي معتمده على فكره الليجامنتو تاكسس، بس الليجامنتو تاكسس دي ليها برضو مشاكل، ليها ليميتيشنز. ايه الليميتيشنز ساعتها؟ هي بتعتمد على الليجامنتس، ان انا عمال اشد الليجامنتس طول فتره الهيلنج اللي احنا قلنا من 5 لـ 6 أسابيع. الليجامنتس برضو عشان هي فيسكو الاستيك ستراكشرز بيحصلها بعد شويه بقى ايه تريح، بتفقد الالاستيك، بتفقد التنشن بتاعها، وبالتالي ممكن ان بيحصل ستريس ريلاكسيشن وبنفقد الريدكشن اللي كان موجود. فدي من الليميتيشن. الحاجات الثانيه برضو عشان طبيعه الليجامنتس وكده برضو مش هندخل فيها، لكن ما بتديناش، ما بتصلحش هي الدورسال تلت، يعني احسن حاجه تعملها انها توصلها نيوتر. والحاجات اللي هي ديبريست سنترال ديبريشن وكده ما بتعرفش تصلحها، لان هي لما تبقى ديفويد من الليجامنتس الحتت دي لو هي امباكتد زي تيبيا بلاتو كده، لو جزء سنترال وامباكتد مش هيبقى ماسك في الليجامنتس فما بتقدرش ترجعه. والريديال ترانسليشن مش مفيد، هي بتشد في اتجاه والريديال ترانسليشن مش هتفيدنا قوي. ايه بقى اللي طالع موضه بقى دلوقتي؟ بتريبليس الاكسترنال فيكسيتور اللي هي سبيننج بليتس او بريدجنج بليتس، ودي فيها مزايا
عن فيها مزايا وعيوب برضو. مزاياها عن الفيكسيتور انها بتافويد الكومبليكيشنز البروبلمز اللي هي مينلي ريليتد للبينز بتاعته زي البين تراكت انفكشن وبريكج وانه يعور التندونز ومش عارف ايه ويعور السوفت تيشوز يعني نبعد احنا بقى عن القصه دي. وعشان هي بتبقى قريبه من البون لازقه في البون فهي بتقدر تصلح تقدر تبطرس الديستال بورت وتصلح احسن الفولتيت بعكس الاكسنال فيكسيتور زي ما احنا قلنا عشان الليميتيشن بتاعه الاكسنال فيكسيتور. وبعدين احنا عارفين من البرنسبل بتاعنا ان احنا كل ما قربنا البار من البون كل الديستانس دي كل ما قلت كل ما ده الكونستراكت ده يبقى اقوى. فهنا عندنا في البليت دي عندنا زيرو بون تو بار ديستانس هو على البليت على طول بعكس الاكسنا فيكسيتور اللي هو خارج وبالتالي هي اقوى هي ستيفر من ناحيه البايوميكانيك. وفي البوليتروما بقى وعيان ما في الرعايه ولا في الاي سي يو والحاجات مستخبيه مش البوليترو مش الاكسنا فيكسيتور ظاهر ويعور نفسه ولا هو هيبتدي يحمل حتى ممكن يحمل على كراتشز ولا حاجه ممكن في وجود البليتس. بليتس زي ايه؟ زي دي كده اهي بريدجنج بليت لكسر كومنيوتد وحالته صعبه كده زي كده ده ممكن يمثل لنا ايه حل بدل الاكسنا فيكسيتور. طيب هنستخدمها في ايه؟ زيها زي الاكسنا فيكسيتور نفس الكلام ما تغيرش حاجه هي نفس الانديكيشنز بس. ودي بقى يا اما بنحطها في السكند ميتاكاربال او الثيرد ميتاكاربال تمام. وكل واحده ليها مزايا وليها عيوب. ده صور كده اللي بنقدر نجيب الطول بتاعها كده نقيسها من بره على العيان وبعدين نفتح كده مثلا ألنر للبريكيولادياليس كده مثلا في الديستال ثيرد بتاع الريديوس ونبتدي نزحلقها كده من تحت السكين وبنفتح فتحه ثانيه كده على الثيرد كومبارتمنت نطلعه والفورث كومبارتمنت ونكمل بقى للميتاكاربال بتاعتنا ده للثيرد ميتاكاربال نطلع الثيرد اكسنسور كومبارتمنت هنا الاكسنسور كله سلونجس عشان ما يعورناش وما تعورش بالبليت ونعدي الكلام ده ونبتدي نثبت ونثبت في الميتاكاربال الاول دايما نثبت في الحته الضيقه الاول وعشان براحتي الريديوس اوسع اقدر احطها براحتي في البوزيشن اللي عندي. الثيرد دي الابلكيشن بتاع الثيرد اظرف بيسبورت الريديوس احسن والفولر تيلت احسن لكن السكند برضو بيبقى ليه ادفانتج في الحالات اللي هي فيها ريديال كولم بروبلمز. وبعدين ما بحتاجش الفتحه الثانيه لانها بتخش في السكند موتوكار من السكند كومبارتمنت كده ريديال للليستر تيوبيكل في طريقها سالك يعني ما بفتحش الفتحه اللي هي في الثيرد. طب ايه عيوب البليتس عن الفيكسيتور؟ احنا عمالين نقول مزايا 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 عيوبها المين ان انا بحتاج اشيلها بعد كده بعد كام شهر كده بعد ما الدنيا تنحم هحتاج ان انا اشيلها. فدي من الحاجات البروبلمز بتاعتها. بليتس بقى الموضه بقى بتاعتنا الـ يعني فرس الـ مش عارف ايه فرس الرهان دلوقتي الحصان الايه الجامح دلوقتي. واحنا عارفين بقى الهيستوري وكانت اللي هي النون انجل فيكسد وبعدين بقينا في الانجل فيكسد وبعد كده بقينا في البولي مونو اكزيال وبعد كده بولي اكزيال وتوروز وحاجات بتاعت. فين بقى البليتس؟ نقدر نستخدم البليتس فين؟ هنستخدمه في الاكسترا ارتكولار فين؟ هنستخدمها هنا في المالتي فراجمنتري. دي منطقيه طبعا في ناس بتحب يعني مثلا السمبل بس انا ما بحب يعني ما بحبش كده يعني لكن يعني المالتي فراجمنتري ده يعني جاستيفايد اكتر بالنسبه لي. طيب فين هنا في البارشال ارتكولار هنستعملها فين؟ هنستعملها بقى في الشير فراكشرز دورسال والفولر برضو. ودي بقى دي الحته دي ما فيهاش كلام دي بقى دي البليتس بتلعب لوحدها في الحته دي المنطقه بتاعتها لوحدها بقى ده الدومين بتاعها فيش حد تاني بيشاركها في القصه دي. طيب هنا فين؟ هنا برضو ليها اماكن على يعني within limitation طبعا كل ما بيزيد الكوميونيشن كل ما الدنيا بتبقى اصعب لكن ده جزء مهم جدا من البليتس. نقدر نستخدم البليتس من البالمر ابروتش او من الدورسال ابروتش وكل واحده فيهم ليها ميزه لكن طبعا الفولر اميز دلوقتي عشان المينلي الفليكسور بعيد بقى عن الفليكسور تندونز نقدر نعمل منها ميديا نيرف ديكومبريشن
وبنبعد عن الديسكشن بقى في الحته الدورسال كوميوت. احنا قلنا فين الكوميوتد وممكن اقعد ديسكشن، هلعب في الديسكشن ممكن اثر على بلاد سبلاي، كل المزايا دي كل المشاكل دي انا ببعد عنها بالفولر بليتس، وعشان كده هي اللي واخده الابر هاند دلوقتي. لكن الدورسال بليتس برضو ليها بليس وليها اوقات ما بنقدرش نستغل، يعني نقدر نبعد عنها، يعني ملهاش غنى في اوقات فعلا. وخصوصا بقى بعد ما شفنا بقى بعد ما طلعوا لنا اللو بروفايل بليتس، ودي يمكن مفيده في الدورسال شير فراكشرز والانترا ارتيكولار والاوستيوتوميز كمان برضو ممكن تبقى اظرف. هنتكلم برضو على القصص دي كمان شويه. في حاجه بقى طلعت الفراجمنت سبيسيفيك فيكسيشن، وبداوا يطلعوا لنا كده قالوا لنا اعتمادا على ان الفراكشرز في فاريابيليتي كبيره قوي في الفراكشرز، ومش والبليتس اللي احنا بنصنعها دي مش كلها يعني راكبه على في بيقابلنا مواقف مش عارفين نتصرف فيه، والكومبلكسيتي بتاعت الفراكشرز دي بتديكتيت سام سورت اوف ديزاينز ثانيه، مش 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 هو ديزاين واحد ماشي لكل الفراكشرز كل الناس. فمن هنا برضو فكروا بقى في القصه دي، قالوا بقى طب ما احنا نعمل بقى ايه، ما نعمل الفراجمنت سبيسيفيك فيكسيشن. وقالوا برضو كمان ان هو بيبقى ليه ميزه ان انا كل ما اعمل بلينز واعمل من هنا ومن الراديال ومن الدورسال ومن الميديال ومن البولر، كل ده بيدي برضو المالتي بلانر فيكسيشن ده بيدي سترينث اقوى للفيكسيشن بتاعي. وبداوا يصمموا امبلانس عشان القصه دي وعشان الفراجمنت، وكلها برضو واحده ليها ابروتش معين. طيب اتكلمنا احنا دلوقتي على الوايرز، احنا خلي بالكم احنا في السؤال الثالث عرفنا التايمينج، بنتكلم على الامبلانس، اتكلمنا على الكي وايرز مزايا وعيوب وامتى، اكسلنا فيكسيتور وبريدجنج بليتس مزايا وعيوب وامتى، اتكلمنا على البليتس مزايا وعيوب وامتى. انترامدلري امبلانس انا تو ماي مايند هي مش موجوده قوي في مصر، مع يعني تو ماي نوليدج يعني بس ما اعرفش كده، فيها حاجه زي دي بيسموها تي بينز، عباره عن بينز كانيوليتد وسيلف دريلنج وسيلف تابنج، بتخش كده من الستايلويد ريديوس ريبليسنج الكي وايرز يعني واقوى منها. وعندنا نيلز زيها زي النيلز اللي بنشوفها في اللور ليمبس طبعا مع الفرق سايز يعني. وعندنا اللي هو بيسموه ديستال ريديوس سيستم، ده حاجه كده يعني زي بالون كده اكسباندبل وبتاخد وايرز في سكروز تثبتها كده وتدخل تبقى في الانترا ميدالري. بص الحاجات دي انا يعني حدود علمي يعني انا ما شفتهاش في مصر. المزايا بتاعت النيل يعني ان هو ما فيش ديستكشن قوي ولو بروفايل ونفس ولوك دي فيكسد انجل زي اللمس زي اللي بيحصل في اللو لمس يعني. طب امتى نستخدمه؟ ممكن نستخدمه في السيمبل او مالتي فراجمنتري اكس ارتكولر، ودي حاجه الحاجه المميز فيها. ما اقدرش استخدمه في البارشل ارتكولري، يمكن مع صعوبه شويه ان انا استخدمه في السيمبل ميتافيزيال، هم دول بس، ما اقدرش استخدمه اكتر من كده. لكن الحقيقه يعني بالرغم ان هو يعني ممكن يبقى يعني interesting as a concept ومبهر شويه وبتاع، لكن to my mind انه ما افادش قوي، ما ادناش مزايا قوي بالرغم يعني البوتنشال ادفانتجز، لكن ما ادناش مزايا قوي عن البليتس. ولا يخلو الامر برضو من كومبليكيشنز، انه ممكن يحصل بنتريشن، ممكن اعور السوبرفيشال راديال بقى وانا بدخل في الحته دي، وبرضو ممكن يحصل لوس اوف ريدكشن. لكن هو مش يعني مش موجود قوي في مصر. طيب الليترتشر بقى بيقول لنا ايه؟ في حاجه في الكلاسيفيكيشن دي ما فيهاش غالبا ما فيهاش ديبيتس كتيره، مش هنختلف مع بعض كتيره ولا هقول حاجه. هي اللي هي ايه بقى؟ اللي هم البارشال ارتكولر الشير فراكشرز الفولر والدورسال. المنطقه دي بليتس بلا منازع ما فيهاش كلام، لا وايرز ولا فيكسيتور ولا بريدجنج بليت ولا كل الكلام ده. يعني دي الدومين بتاع البليتس لوحدها، بتلعب لوحدها في هذا الملعب ومحدش بينزعها فيها وما فيش مشاكل خالص. وموست بروبابلي اي تشويس تاني ممكن يبقى خطأ. لكن في بقى مناطق فيها ديبيتس بس مش كبيره، يعني الديبيتس هنا مش كبيره قوي، انا
to my mind in a simple وال impacted fracture extra articular fractures يعني هنتكلم في cost أو wires بقى على حسب البتاع ده، لكن يعني أكتر من كده في debates طبعا، بس debates ده مش يعني مش كبير قوي يعني، غالبا المنطقة دي بتاعة cost أو wires with بعض التحفظات أو مع بعض بعض الانديفيديوز أو بعض البيشنس ممكن نغير القصة دي، ممكن نتجادل في نقدر نأرجو في حاجات مختلفة، لكن مصلي مش هيبقى فيه جدال قوي في القصة دي في دول. الستيلويد ريديوس برضو الريديال كولم هنبقى نتكلم في سكروز وايرز مصلي ممكن نتكلم في حاجات تانية، بس to my mind وخصوصا السيمبل اللي هي مش كومنيوتد هيبقى سكروز او وايرز كافيه، الباقي الحاجات مش هتضيف لنا. نقدر نتكلم، نقدر الدكتور ممكن حد تاني يقول لي مثلا والله انا هعمل بليت او كده، نقدر يعني نقدر نتجادل، بس ما حدش هيغلطني قوي في السكروز والوايرز، ومش هيلاقي سبورت اجينست مي من الليتريتشر تو ماي مايند. لكن الديبيتس بقى هتفضل فين بقى؟ هنا بقى الديبيتس الحتة دي الريديوس اللي هي فيها مالتي اكسترا ارتيكولر ومالتي فراجمنتري والجزء الارتيكولر بقى، ده بقى هنروح ونيجي وحد هيقول لي فيكسيتور وحد هيقول بليتس وحد هيقول لي لا وايرز وحد هيقول لي بريدجينج بليتس وحد هيقول لك لا انا عارف اعملها ببليتس. هنقدر هنروح ونيجي في الكلام ده وديبيتس، وهنعرف في الاخر الليتريتشر بيقول ايه برضو عشان نحسم القصص دي، بس يعني ارجو ان الجايد لاينز دي تبقى واضحه بالنسبه لنا. الكلام ده تاني يعني الى حد ان هو سبورتد بالليتريتشر، لكن هو التقسيمه دي انا يعني انا اللي انا ده هاو اي ثينك في القصه دي. طيب احنا قلنا ان في طريقين في الالجوريثم، الاولاني مشينا فيه وعرفناه بالاكس اللي هو اعتمادا على الاي او كلاسيفيكيشن. الطريق الثاني ده معتمد على كلاسيفيكيشن جديده بداوا يلاحظوها اعتمادا على السي تي، يعني سي تي اورينتد كلاسيفيكيشن، وبداوا يقسموا الديستال ريديوس فراكشرز الى كي تايب فراكشرز ونون كي تايب فراكشرز. قصده ايه بالكي تايب؟ ان كي فراجمنت بتتكسر وممكن يحصل معاها كمان سبلكسيشن للديستال ريديوس وتبقى واضحه في الديستال ريديوس، ودي اللي هتبقى جايدنج مي ان ذا تريتمنت، هي دي اللي انا بفكر عليها وبنعرفها اكتر فين في السي تي. هنرجع تاني للفكره اللي احنا قلناها في الاول ان الفراكشرز لاينز بتتبع الانتر ليجامنتس planes، هي موجودة بين الانترليجمنتس planes، وفاكرين ان احنا نتج عن كده كذا فراكشر كذا فراكشرز، هي دي بقى اللي هما بيتكلموا فيها دلوقتي. ده انا عندي radial key fragment، ان ال radial column ده هو اللي زي السيلويد radius يعني هي اللي هتتكسر وهي لسه فيها attachment، ودي ممكن اللي بتاخد معاها اليونيت والكابيتيت تدخل حتى تبوظ لنا السكافول يونيت، يعني دايما حتى في الاستيرويد ريديوس دي هتلاقي معانا الكابيتيت السكافول يونيت ليجامنت برضو بيبقى ديسربتد. الكي فراجمنت ثانيه هي الفولر البالمر النر المشكل، ودي اكوردنج للسايز معايا ممكن يبقى السايز بتاعها كبير وممكن يبقى فولر ريم الخطير جدا ده، او ممكن يبقى يعني sizable fragment، وممكن بقى مش كده وبس تبقى واخدة الفولر والradial part كمان، واخدة النص ده كله والقدماني ده كمان، تمام؟ زي اللي باين في CT هنا كده، ودي شايفين الـ axial CT ظريف جدا وهو sagittal اللي يبينوها، شايفين؟ كل ده في الـ key fragment. الدورسال key fragment وعادة بتبقى dorsal ulnar، أو لو كبرت هتاخد الدورسال part، لكن هي عادة dorsal ulnar، تمام؟ الدورسال النر دي نخلي بالنا من حاجه، يا اما هي دورسال النر اللي هي او زي دورسال شير فراكشر زي دورسال بارتون وتاخد معاها الكاربال بونز وترجع، ده دورسال بارتون عادي، وعشان كده معنى كده الليجامنتس اللي قدام دي معناها ايه يا شباب؟ ان ده طالما ده رجعت ورا ايه ده ايه اللي حصل له؟ الليجامنتس اللي هنا الليجامنتس اللي هنا اتقطعت فسمحت للكاربال بونز انها ترجع، الفولر ليجامنتس بتمنع الكاربال بونز انها ترجع كده ورا ديسبليس دورسال، لكن طالما ده حصل والكاربال بونز فولود ذا دورسال فراجمنت هنا
يبقى معنى كده ان الليجامنت دي اتقطعت. لكن ممكن ما يبقاش ده السيتويشن. بصوا حضراتكم هنا الفراجمنت اتقلبت، فاكرين التير دروب انجل؟ فاكرين؟ بصوا هنا حضراتكم البولر فراجمنت هنا لسه هي رجعت ورا دورسالي روتيتد، لكن كيبنج الريليشن مع اليونيت. والفراجمنت الدورسال هي راحت ديسبليس، وحتى الكابيتيت بصوا الكاربال بونز ما يعني ما حصلوش ديسبليسمنت قوي. فده معناه ايه؟ معناه ان الليجامنت هنا ما اتقطعتش، هي كيبنج هنا عشان الليجامنت هنا ما اتقطعتش. ودي التايب ده على فكره هو في دورسال كي فراجمنت وفي فولر كي فراجمنت. دي لازم ترجع عشان بعد كده لما هنجايد التريتمنت الفراجمنت دي لازم ترجع، ما نبصش على دي بس، لا دي لازم ترجع ونريستور التير دروب انجل اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي احنا قلنا عليها 70 درجه. النوع الثاني من الكي فراجمنت اللي هو يحصل سنترال كي فراجمنت، يحصل امباكشن زي تيبيال بلاتو، زي تيبيال بلاتو الديبريشن تايب ده اللي بيحصل. وهنا برضو عندنا نوعين، انها يا اما تبقى سنترال كده وممكن تبقى مزد في الاكس راي زي اللي هنا مش باينه قوي، لكن هنا بصوا شايفين ممكن تبقى مزد كده مسلبي مش واضحه قوي او مش باينه قوي في، ولما وساعات بتبقى جامده جدا انها تحصل ايه، ان الامباكشن او الاكسيال لود اللي حصل ده يعني يدقها جامد ويكسر كمان معاها الدورسال والفولر بورتس زي الايه يسموها توليب لايك فراكشرز، يعني زي زهره التوليب. بص المنظر ده عامل زي الورده دي، شايفين؟ فده حاجه وده حاجه برضو، ده هيجايد اس ان ذا تريتمنت. دول الكي فراجمنتس، يا راديال يا بالمر يا سنترال يا دورسال. نون كي تايب فراكشرز بقى اللي هم ثلاث انواع برضو، بيبقى ديستال شير فراكشرز، دي بقى بتبقى اكزيال يعني تانجنشال كده فورس كسرت الراديوس هنا ويعني ديفويد، بقت ديفويد خالص من الليجامنتس اتاتشمنت، ما بقاش اتاتشد لبقيه الليجامنتس، الحته دي سايبه خالص، وده نوع خطير جدا وبتلعب بقى وممكن تديسبليس كده او كده. تمام، النوع ده اقرب الى زي ما هنشوف برضو راديو كاربال ديسلوكيشن، هو فراكشر اه فيري ديستال، لكن هو نقدر نعتبره اقرب للراديو كاربال ديسلوكيشن رادر ذان فراكشر. الحاجه الثانيه بقى ان احنا ما عندناش كي فراجمنت واحده ولا تو كي فراجمنت زي ما قلنا في ساعات في بعض انواع الدورسال راديوس، لا بقى يبقى 3 بورت فراكشر، عندنا دورسال ارنر فولر ارنر وراديال كي فراجمنتس، ثلاثه فراجمنتس دول ما بقتش واحده بس ثلاثه، ولازم دول كلهم يرجعوا ويرجعوا كويس. ونرجع كمان خلي بالنا دايما سيجمويد نوتش دي بتبقى مشكله عندنا وما بنشوفهاش في الاكس ريز انترا اوبراتيفلي. يعني نوع بقى الثاني الاخير من النون كي فراجمنت اللي هو الكوميونيتد فراكشرز، بقى الدنيا بقى من كتر اللود اوف تروما الدنيا بقت صعبه خالص، والفراجمنتس بقت عايزه زي ايه؟ ايس فراجمنتس فلوتنج اون ذا بارتيكولار سيرفيس، زي هنا كده زي المنظر ده بقى. ده مشكله كبيره طبعا. طيب الكي فراجمنت برنسبل ده مسته في حاجتين، هيقول لي الطريق الابروتش بتاعي ادخل ازاي وايه التولز اللي انا هحتاجها زي ما هنشوف دلوقتي. الحقيقه انا عاجبني جدا البرنسبل ده، قسموا بقى الحاجات دي بس هناخدهم كده واحده واحده. الريديال كولم او الريديال كي فراجمنت، المشكله عندنا هنا وغالبا دي اتاتشد للراديو سكافو كابيتيت ليجامنت، فغالبا بتبقى سهل انها ترجع. نرجع بقى نمسكها بايه؟ ممكن نمسكها بسكروز زي ما قلنا، كي وايرز زي ما قلنا، او البليتس. البليتس اللي هي فين بقى؟ اللي هي البليتس اللي هي تقدر توصل لغايه الاخر كده، لغايه الستايلويد راديوس. تمام، وساعات بنطلع بالبليتس بتاعتنا. البليتس طبعا هي البليتس فيها كلام كتير حقيقه، بس انا احنا عارفين بقى في حاجه اسمها الووتر شيد اريا، هنا الووتر شيد لاين
المفروض البليتس دي ما تعدهوش، وفي سونج كرايتيريا لازم البليت دي ما تعديش الحته دي. ليه بقى؟ لان الحته دي كده عندنا بقى الفليكسور تندونز هتبقى هنا. فلو دي بقى طالعه لغايه فوق 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 كده ممكن يحصل اتريشن للفليكسور تندونز. فلو انا اصطدمت بهذا الموقف يبقى انا هفهم العيان ان انا لازم اشيل دي بعد مثلا 6 شهور ولا حاجه بدل ما يحصل لي later on attrition. تمام؟ لكن ممكن نعملها بالبليتس او زي ما قلنا سكروز وكي وايرز. خلاص؟ ده الراديال كي فراجمنت. البالمر كي فراجمنت هيفرق على حسب السايز بتاعه. لو هو سايزابل فراجمنت زي هنا ممكن البليتس العاديه او الفراجمنت سبيسيفيك، في حاجات كده صغيره اللي هي اللو بروفايل ممكن نستخدم حتى لو مش موجوده اللي هم ال 2 مللي 2.7 مللي، الحاجات دي نقدر نطلع بيها. اللو بروفايل ده يقدر نطلع بيها. احنا ايه خطورتنا لما نطلع ديستال كده؟ مشكلتنا ان احنا بنقرب من الووتر شيد لاين، الحته اللي هي ايه بتزنق التندونز، فتبقى البليتس بتاعتنا امبنجنج. فانا لو جبت حاجه لو بروفايل ماشي. في حاجات بقى، في حاجات بتبقى بليتس كده عملوها جديده برضو فيها زي ريسيس كده عشان الفليكسور بوليسس لونجس اللي هو هنا دي اقدر اطلع بيها شويه لفوق، وهم عارفين المكان بتاع الفليكسور بوليس لونجس يبقى هنا، يبقى بعيد عن الامبنجنج، ما يبقاش امبنجنج على الحرف اللي هنا، فدي اقدر استخدمها اثبت بيها الكي فراجمنت الفولر. ولو هي واخده معاها الريديوس زي اللي تحت هتبقى الموضوع ايه، ممكن يبقى الموضوع اسهل شويه، نفس البليتس او ممكن حتى البليتس العاديه الووتر شيد بليتس دي اللوكد بليتس العاديه، وطبعا كل ما يكون فيها روز احسن تحت تو روز احسن، اقدر امسك بيها اللاترال والميديال، او طبعا البليتس اللي هي بتاعت اللي فيها الريسيس دي الفليكسور بوليسس. مشكله بقى في الريم الصغير ده، لما بتبقى صغير ده بقى بيبقى مشكله معانا، يا اما اثبته بسكروز او كي وايرز او حاجات بقى فيري لو بروفايل او هوك بليت، هم عاملين هوك بليت كده لوحدها او تركب على البليتس العاديه. لازم بس ده لازم اثبته، ده ماسك فيه الليجمنتس، والا بصوا هنا، بصوا شايفين اليونيت بتسبلكس ازاي؟ بعدين عشان هو فيري ديستال مش عارف اوصل له بالبليت، وسهل جدا مسد بالاكس راي، سهل جدا فيري يعني خادع جدا فيري ديسيفنج، وبيعمل لنا مشاكل كتير، والحمد لله ان هو ما بيجيش كتير isolated يعني ما يجيش كتير. طيب الدورسال كي فراجمنت اللي هي الدورسال ألنر، والله لو انا عرفت اعمل لها ريدكشن كويس واقدر امسكها من البليت فولر خير وبركه، بس دايما مش ده السيتويشن، ساعات بتبقى كومنيوتد قوي وساعات ما اعرفش، او صغيره قوي، او ساعات ما اعرفش ارجعها. في الحالة دي يبقى لازم اعمل دورسال ابروتش. وفي بعض الاحيان احنا قلنا فاكرين لما اتكلمنا على هنا الجزء ده الليجامنت هنا مقطوع ولا لا؟ الليجامنت هنا مقطوع عشان كده ديسبليس. لكن لو في عندي بالمر كي فراجمنت وما حصلش الديسربشن للليجامنت الفولر، في الحالة دي يبقى لازم هرجع الجزء الفولر وارجع الجزء الدورسال زي اللي حصل هنا كده. محتاج ان هو يرجع يعمل فولر ودورسال، ده في الدورسال كي فراجمنت. السنترال كي فراجمنت دي لو هي لوكالايزد، حته لوكالايزد في النص، ممكن نعمل زي ما بنعمل في التيبيال بلاتو كده، ان انا اعمل هول واعمل ارفع يعني هول مثلا فولر وارفع الجزء الديبريسد ده، وممكن احط له مثلا جرافت او اسبورت بالبليت، مش مهم الجرافت لو هو صغير يعني. لكن لو هو عامل، لو هو زي احنا قلنا التوليب لايك فراكشر والدنيا بقى بايظه فولر ودورسل، يبقى اعتقد الابروتش هيبقى دورسل احسن، واحاول منه ريديوس. ولو لقيت ان في عندي مشكله في الفولر افتح فولر كمان، لكن يبقى البرايمري بتاعي اعمل دورسل، من دورسل ابروتش في السنترال كي فراجمنت. الشير فراكشرز دول بقى صعبين جدا، لكن عايز ابص لهم ان هم يعني ديسلوكيشن راذر ذان فراكشرز، واحاول اثبتهم. وطبعا لازم هطلع فوق خالص
وساعات على فكرة بنحط كده بعد ما نحاول نثبت ناخد كده اللي هي ايه، ناخد كل السكروز بقى اللي هي الدورسال والساب كوندرال والسكند رو ده، عشان كل ده حاجة جريد لايك، اعمل شبكة كده تحت السنتر فراجمنت عشان تسبورت. وساعات كمان لو هي بتلعب ما يبقى الحل الوحيد ان انا اثبتها، اخد مثلا في اليونيت او اثبتها بكي واير او حاجة في اليونيت، اثبت الراديو كاربل جوينت، وممكن اخد السكروز برضو في الفراجمنتس اللي معاها لو فيها معاها فراجمنتس كمان. تمام، 3 بارت. المهم بس ان انا اريستور السيجمويد نوتش، ارجع كل الارتيكولار سيرفيس هنا، السيجمويد نوتش ترجع، وخلاص احنا عرفنا ان هنا في واحده وواحده وواحده. البليتس غالبا الفولر بتؤدي الغرض، اللهم الا لقينا ان الدورسال فراجمنتس مش راجعه كويس او كوميونيتد او كده، في الحاله دي ممكن نلجأ لل فولر ودورسال بليتس. الكوميونيتد فراكشرز بقى طبعا الحلول هنا، يعني لو نقدر نثبتها ببليتس كان بها، وغالبا هنحتاج فولر ودورسال. تمام، لكن لو ما عرفناش يبقى عندنا بقى ايذر الاكسترنال فيكسيتور او البريدجنج بليتس. انا يعني غالبا ضحكت عليكم ان انا قلت لكم ان هما طريقين، زي ما حضراتكم شفتوا الكي فراجمنت على فكره هي مش طريق تاني منفصل، هي طريقه زي ما تقول كده بتدينا فوكس اكتر في نفس الطريق اللي كنا ماشيين فيه في الاول غالبا، لكن هي وضحت لنا شويه وخلينا الاورينتيشن بتاعنا احسن، عملت لنا فاين تيونينج. فهي اكشوالي، ومن هنا انا عاجبني قوي البرنسبل ده، الكي فراجمنت برنسبل، يعني خلى الحكمنا او الجادجنج بتاعنا للفراكشرز والتفكير في الاورينتيشن بتاعتنا والثينكينج واي بتاعتنا في الفيكسيشن والتكنيكال التكنيكس في السيرجري بيتر، والاندرستاندينج بيتر. هي a way of adjusting the focus and فاين تيونينج للتكنيكس. هما مش طريقين مختلفين، هو نفس الطريق، احنا مشينا في نفس الطريق بس بصوره مور او كليرر. يعني من فضلكم عايزين نخلي بالنا من التايبس اللي انا بسميها نيو بلاستيك تايبس مع الديستال ريديوس، وزي ما بتوع التيومرز قالوا لنا في حاجه اسمها بناين اكتف، في حاجة عندي برضو بسميها benign active، في حاجة بسميها benign aggressive، وفي حاجة بسميها malignant. ايه هما بقى دول؟ ال benign active ال styloid fracture ال accompanying او ال associated في الاغلب هو benign، وفي الاغلب ما بنحتاجش نثبته، لكن في بعض الاحيان بيبقى active، ممكن يعمل لنا دوشة شوية، يضايقنا شوية. الستايلويد هيبقى واحد من الأربعة دول، يا إما التيب فراكشرز، يا إما البيز without الديب بارت بتاعت الراديو ألنر ليجامنس اللي هو الحتة دي، شايفين الحتة المهمة دي اللي بتمسك في الفوفيا. لو هو من غير من غير الديب بارت ده ما منوش قلق قوي، لكن هو نقلق منه إمتى بقى؟ يبقى أكتف إمتى؟ لو هو في الوضع ده، وعلى فكرة ده أغلب الأوضاع يعني، لكن ده بقى ده اللي نقلق منه بقى، هو اللي هو بيبقى أكتف بقى. هو غالبا بنايت بس ساعات بقى بيبقى اكتف كده ويدوشنا شويه، اللي هو واخد معاه جزء من الفوفيا اللي ماسك فيها الديب بورت بتاع الراديو ألنر ليجمنتس. طيب هنتصرف ازاي في البيز اوف ذا فراكشر؟ عندنا تو الجوريزم. بعد ما بنثبت لو لقينا ان في ديسبيسمنت اكتر من 2 مليمتر ناس بتثبت، دي مدرسه، والديسبيسمنت دي كمان يا حبذا لو كانت في الراديال دايركشن rather than اللي فوق، مش upward، الاخطر الراديال اكتر من الابورد. الابورد ده غالبا اللي هو التيب والبتاع ده هو بيطلع upward، لكن اللي بيروح لي راديال ده ولا ايه ببقى متضايق منه. ده مدرسه ناس بتحسبها على الاكس راي كام مليمتر او ثبت. مدرسه ثانيه بعد ما بتثبت الراديوس ابتدي اشوف في دي ار يو جي انستابيليتي ولا لا، لو لقيت في انستابيليتي اثبتها، مفيش انستابيليتي ما ثبتهاش، خلاص سهله عشان ايه نحل قصه الانر ستايلويد ونثبتها ولا لا. البناين اجريسيف بقى اللي هو الراديو كاربال ديسلوكيشن،
الراديو كاربال ديسلوكيشن ده بيبقى شويه بون غالبا صغيرين هايفين كمان، لكن ليه امبليكيشن خطيره. يعني الراديو كاربال ديسلوكيشن مع السبلكسيشن ولاقي بون كده صغير حاجه هايفه كده دورسال وحاجه هايفه فولر وساعات معاهم ستايلويد ريديوس، لا ده مش 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 فراكشر ريديوس، ده راديو كاربال ديسلوكيشن. لازم ارجع دي اماكن افالجن للليجمنتس، ده الانتيرو ليجمنتس هي افالست، الدورسال ليجمنتس افالست هنا، فاكرين الليجمنتس اللي احنا قلناها الفولر افالست هنا والدورسال ليجمنت افالست هنا، والليجمنت اللي هو على الجنب اللي هو راديو سكافو كابيتيت اللاترال افالست. الليجمنتس اللي احنا قلنا الفراكشر بتمشي بيهم لا، هو بقى ده افالجن لهذه الليجمنتس، مش ان الفراكشر لاينز ماشيه بين الليجمنتس، لا الليجمنتس دي بقت افالست. فده نخلي بالنا منه، ده نفكر بيه باسلوب تاني. احنا عايزين نرجع كل ده، عايزين نرجع ده ونرجع البونز، مش عشان اهميتها الحته دي هايفه، بس عشان الاستابيليتي. ده راديو كاربال ديسلوكيشن، تمام؟ زي كده حاجات صغيره عشان ارجع، عشان تنتهي بالستيبل جوينت والفانكشن تبقى كويس ان شاء الله. الماليجننت بقى، ده بقى هو ماليجننت، مش يعني اللي فات ده، يعني في اللي فات ده خطير برضو بس هو واضح شويه، لكن ده بقى الخبيث بقى، ده الحته الهايفه الصغيره دي سهله جدا انها تبقى مس في الاكس راي. ولما ابص على البتاع دي لا حاجه قد كده، ممكن تبقى اصغر من كده، بس دي ماسك فيها الليجمنتس واليونيت بتسبلكسيت معاها والفيكسيشن بتاعها بيريز، يعني هي بتخدعنا ما بتبانش في الاكس راي، والصغيره تبدو هايفه ومش عارفين نوصل لها في الفيكسيشن عشان هي عند الووتر شيد لاين، مش عارفين نوصل للبليتس وغالب ومتغطيه بالليجمنتس فما نبقاش شايفينها، يعني ايزلي جدا ما تبقاش. احنا عاده ما بنسلكش هنا في قوي، يعني جزء الفورر ارنا ديسل ده ما بنسلكوش قوي وبيبقى تغطي بقى بالليجمنتس وبتاع، فسهل جدا ان احنا حتى اصلا ما بنشوفهاش اصلا في الانترا اوبرتيف. وايه اللي يحصل؟ اثبت بقى كده وتمام التمام، وبعد شويه الاقي المنظر ده، اليونيت بدات تخلع، ده كده انترا اوبرتيف، وبعد شويه الاقيها بقى بدات تخلع، بدات تنط من فوق البليت، لان انا البليت بتاعتي ما وصلتهاش، بتنط من فوق البليت وواخده معاها سحبه معاها اليونيت. وبعد شويه كمان عشان هي حتى الحته دي كمان من الماليجنسي بتاعها انها سهل جدا تبقى باسكول وتبقى ريزورت وتعمل لنا مشكله زي اللي حاصل هنا برضه. ده مثبت وكده، هو مش شايفها، هو ما ثبتهاش اصلا، مش شايفها انترا اوبرتيف على فكره. ويعني كل الناس وارد جدا انها تبقى تغلط الغلطه دي، يعني بما فيهم انا يعني. والبتاع شايفين هو تمام وبتاع، وبعد شويه في الاول فولو اب مثلا هتلاقي المنظر ده. وبعدين كمان لو هو ما بيعملش اكس راي قريب، يعني ما بيعملها مثلا بعد شهر ولا شهر ونص، هيلاقي المنظر ده وتبقى المشاكل كبيره جدا في القصه دي. فمن فضلكم نكونسيدر الكلام ده ونخلي بالنا منه. طيب احنا قلنا السكيما العامه، طيب الايفيدنس بقى بيقول لنا ايه؟ ايفيدنس على فكره الليتريتشر غني جدا بيتكلم على الريديوس، مور ذان 4000 ارتكل بيتكلم على الريديوس، ديس ريديوس فراكشر، حاجه يعني حاجه رهيبه يعني. طيب ايه بقى الكلام ده؟ الميتا اناليسيس دي هنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان للاسف البيست افيلبل ايفيدنس فيلز تو استابليش ذا سوبيريوريتي اوف اني سبيسيفيك فيكسيشن تكنيك. مفيش في الليتريتشر عندنا ايفيدنس قوي، عشان احنا عمالين نقول بليتس ووايرز وفيكسيتور وبتاع، مفيش حاجه قاطعه في الليتريتشر تقول ان ده كذا. ولو في مزايا عاده بتبقى في الشورت تيرم، لكن في اللونج تيرم والفانكشن في النهايه، او يعني عاده المزايا بتبقى في ايه؟ في الشورت تيرم او في الفيكسيش او في الراديولوجي. يعني دي الانات الرجعة حاجه جميله جدا هنا، لكن ده ما بيرجعهاش حلو قوي. لكن في النهايه اللونج تيرم او الميد تيرم فانكشن بعد سنه، حاجات كتيره قوي متشابهه، لدرجه ان في الايفيدنس بيزد ده الانستراكشر، يعني الفيش اللي هي الفيدريشن بتاع اليوروبيان سوسايتي بتاعت السيرجري اوف ذا هاند، مطلعين انستراكشنال بوك في 2019 بيقولوا ان هم مش قادرين، مش عايز اقول لحضراتكم بقى ان السوبريوريتي بتاعت التريتمنت، بيتكلموا ان احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ان الاوبراتيف تريتمنت فرق في الفانكشنال اوتكم اوف ذا ديستال ريديوس ولا لا.
يعني مش بنتكلم في ان البليتس احسن ولا الاكسترنال فيكسيتور ولا الكي وايرز ولا الجبس احسن ولا. بيقولوا ان التريتمنت الاوبراتيف تريتمنت في الانستابل فراكشرز مش ما عندناش ايفيدنس قوي, مش قادرين نقدر نقول للبيشنتس بتوعنا ان التريتمنت الاوبراتيف تريتمنت هيحسن القصه, مش قادرين. وهما بيقول لك كده ان we should share this with our patients. شايفين قد ايه الـ evidence. وعشان كده احنا يعني الكولز الكلام اللي انا ما كانش عاجبني واللي انا كنت بستغربه في الاول اللي هو كان بيقوله في 2014 وان بالسبلنت ان العيانين كلهم هيبقوا الفانكشن بتاعتهم كويسة وبتاع, لا الراجل ده واضح ان هو شيخ طريقة. يعني احنا بعد 200 سنه وبعد الكومبلكسيتي اوف كل البليثرا اوف ذا تريتمنت وبعد الكومبلكسيتي بتاعت التروما والحاجات المصايب اللي احنا بقينا نشوفها والتريتمنت موداليتيز الكبيره والتكنولوجي والريسيرش والبتاع ده, بنقترب من 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 ايفيدنس او ما عندناش حاجه سبورت كل اللي احنا عملناه اكتر من اللي هو قاله او من اللي هو كان بيقوله. لا يعني الراجل ده كان يعني في حاجة لله. الطريق مش واضح قوي, في some confusion, لكن الحاجات اللي احنا نحاول نتتبعها برضو احنا مش يعني مش عايز برضو ان احنا يعني ايه ان احنا ما عندناش evidence قوي, بس معنى مش معنى كده ان احنا يعني خلاص بقى كل عينين هنجبسهم وكده, لا احنا في حاجات لكن ما عندناش قوي. احنا ده معناه ان احنا محتاجين research. الحاجات اللي احنا نقدر نتتبعها زي ما قلنا حضراتكم كده ان الهاير انرجي تروما هيبقى كل ما كان الهاي انرجي تروما هيبقى عايز ابقى مور انفيسيف, اللور فانكشنال ديمانس هيبقى ليس انفيسيف, الاكسترنال فيكسيتور ليها مكان بس مش ليها مكان برضو, لا المكان ده بيضمحل لكن في الحياه السيفير كونتامينيشن البور سوفت تيشو انفلوب في الهاي ديجري اوف كومينيوشن. كي وايرز مهم قوي لو انا هستعملها ما يبقاش عندي significant shortening without comminution للفورال كورتكس من دون severe osteoporosis, ولو failed closed reduction او redisplaced with regards to dorsal angulation. For my mind انا بشبه كده الامبلانس زي الطيف, البليتس هي اللي في النص, هي اللي واخده الابر هاند. الحاجات بقى الانفراريد والالترا فايروت انفراريد كي وايرز امتى؟ لو البليتس مش محتاجه, الدنيا ابسط من كده. يعني زي ما قلنا بقى اللو ديماند والمش عارف ايه واللو انرجي اوف تروما الحاجات البسيطه اللي هي نبقى ليس انفيسيف زي ما قلنا. طيب هلجأ بقى للالترا فايروت بقى الاكسترنال فيكسيشن امتى؟ لو البليتس نوت سيتبل, مش قادر استخدمها بقى. الحاجات اللي هي اللي احنا قلنا الايس فلوتينج بقى والسيفير كومينيوشن مثلا او اللي عندي اوبن انجري, في الحالة دي يبقى مش عارف هتبقى ليميتد, فهلجأ مضطر الاكسترنال فيكسيشن برغم الكومبليكيشن وبرغم الايه الليميتيشن بتاعته. اخر سؤال بقى للناس اللي لسه صحية, ايه رأيكم في هذا الكسر؟ نعمل فيه ايه؟ ده according للكي فراجمنت برينسيبل ده ايه؟ ثواني يا احمد نستمع الى الاجابات. والفيسبوك برضك عايزين نشوف رايهم يا جماعه. في ابتدت اجابات فيكس ويز بليت أوريف بليت بالماركي. بالماركي برافو, يعني بالماركي فراجمنت. طيب نعمل له ايه بقى؟ هو ده السؤال. مالجنانت كان وي اسك فور سي تي مالجنانت. حلو بس هي دي مش مالجنانت قوي, مش المالجنانت قوي ليه؟ لانها الفراجمنت هنا كبيره, هي فولر صح, هي ذيس از ا فولر كي فراجمنت, بس هي كبيره واضحه في الاكس راي مش هتخدعنا. التاني بقى ساعات بيبقى الحته دي الصغيره دي بس ما تبقاش باينه قوي في الاكس راي وتخدعنا. على فكره المالجنانت ده انا اللي بقوله, بس ما حدش يقول مالجنانت, هو مش مالجنانت انا بس بقوله احسن. طيب نعمل له ايه بقى؟ ده ابتدت الاجابات ميني سكروز
لان سكروز تمام حلو قوي. انا عملت على فكره سكروز هي اللي عملها. انا كنت بلاننج للبليتس بس لقيت يعني راجعه معقوله لوك ذا بليت باتريس لوك ذا بليت باتريس ماشي، بس هخلي بالي بقى مش هعرف اطلع بيها قوي. انا لقيت ان الـ يعني الموضوع مش محتاج قوي ديسكشن، بس هي صح اجابه صحيحه صح، وهتخليه يحرك بدري عني صح. بليت لو بروفايل لو بروفايل هايل، ده اجابه ممتازه طبعا. طيب اخر حاجه لما طلبتش سي تي يا دكتور احمد فيها ديت؟ لا عملت سي تي بس ما جبتوش، بس انا صح انا عملت سي تي. الناس عندي على الفيسبوك بيقول لك لازم سي تي الاول. صح، ده يعني ده سيفر وده احرص مني، وانا هو ده اللي عملته على فكره. انا ما جبتهاش بس انا عملت سي تي، انا طلبت سي تي برضه. برافو. انا بس ايه، انا خوفا ان يكون في حاجه انتر ارتكولر مش باينه، او في ديبريشن او سنترال ديبريشن او كده، بحيث ان انا احتاج ارفعه. لكن انا السي تي كونفيرمد انها وان فراجمنت وان فراجمنت وما فيهاش اي ديبريشن ولا اي حاجه، وبقيه الريدياس كانت سليمه. لكن طبعا صح اللي بيتكلم كده صح، لان ممكن يكون هنا في ديبريشن في بتاع، هي حاجه زي يعني زي التيبيال بلاتو كده اللي هو الديبريشن. يا احمد، في دكتور عمرو شمان بيقول وي هاف تو تشيك ذا دي ار يو جي افتر فيكسيشن. صح، بس هو ده بقى ليه فيوز ثانيه وممكن سي تي. صح، كل الكلام ده مظبوط جدا. يعني انا مبسوط ان هم اوير طبعا بالكريتيكال بوينتس. طيب ايه رايكم بقى في الفراكشر ده؟ نديهم فرصه على الشات والفيسبوك. ستيبل ولا ان ستيبل فراكشر؟ لا دي ان ستيبل واضحه. ان ستيبل ده داخل عمليات. كويس قوي. ان ستيبل نعمل له ايه بقى؟ تمام، نعمل له ايه بقى؟ unstable لسه بيجاوب على السؤال الاولاني. بليت ابتدت الاجابه على السؤال الثاني. بليت تمام. لوكد بليت سي تي فيرست. سي تي فيرست اهو، ادي سي تي اهو. احنا شايفين في ايه؟ بليت فور ديستال ريديوس اند ulnar styloid fixation. اسيس الالنر ستيرويد بوست فيكسيشن. تمام، هايل. ده حتى الآن يعني. ديستال كومينيوشن. ديستال كومينيوشن صح، أقرب إلى كده، لكن هي الحقيقة هي الفراجمنت في انترميديت فراجمنت هنا، ايه شايفينها في الاكسل. يعني أنا مش قادر أقول إن ده دورسال أرنر وفولر أرنر، لا هي كأنها فراجمنت كبيرة، وفي عندنا راديال فراجمنت أهي برضو واضحة. وممكن يكون في شويه كومينيوشن صح، لكن البلان اعتقد ان ده محتاج فولر بليت. جاوبت ليه يا احمد؟ الناس على الفيس عايزه بليت وعايزه الالنر ستيلويد فيكسيشن. الالنر ستيلويد فيكسيشن تمام. على فكره الحاله دي لسه ما اتعملتش الحاله دي. انا بقى شكرا ان انا غشيت منكم الاجابه. على فكره انا غشيت منهم الاجابه على فكره، شكرا جزيلا. عايزين نزل الحمد لله ان العيان جالي. الحمد لله واضح انه يعني واضح انهم عارفين اشطر مني دلوقتي، فالحمد لله ان هو جالي قبل ما يجي لهم. الحمد لله. نسبه من اتعاب العمليه المفروض. ايوه صح، تحول الى مستشفى النيل على طول. صح كده. ايوه تمام كده. شكرا جزيلا، وارجو يعني ان ما كنتش طولت عليكم، وارجو ان يعني يكون الموضوع يعني اوضح شويه. ربنا يخليك. استوف شيل يا دكتور احمد بعد اذنك. شكرا جزيلا. احنا عايزين ما نطولش على احمد عشان قدامه 10 دقائق على الويبينار، فهنقول الكلام المهم جدا. حاضر. ووعد طبعا باللقاء القادم لازم، يعني مش هنسيب احمد نعيم كده في حاله يعني. لا طبعا، هو طبعا يعني اهم كلام دعاء ليه بالصحه والعافيه، وربنا يبارك فيه وفي علمه وما يحرمناش منه ابدا ومحاضراته القيمه الجميله ديت. طبعا الناس كلها عماله تدعي له وتشكره على الفيس وعلى الزوم الحقيقه، والاعداد النهارده كانت طيبه جدا بصراحه.
أنا بس كنت عايز يعني أقول للناس اللي كانت متوقعة كلام تقليدي في المحاضرة إنه طبعا إن الكلام اتغير خالص. هو أنا نفسي متذكر كنت حضرت مؤتمر وكان في حد من حوالي 15 سنة بيتكلم بيقول إنه الكوليس فراكشر يعني ممكن نحط بليت أو كي واير أو بتاع. ففي واحد قام قال له إزاي الكلام دوت؟ أنا طول عمري بقى لي 20 30 سنة شغال وبجبس أي عيان كوليس وحصل لي ما فيش مشاكل حصلت. فكانت خناقة كبيرة الحقيقة في المحاضرة ودوت يعني بنقول اهوت فعلا الكلام بيتغير يوم عن التاني. الكلام دلوقتي غير من 10 سنين غير من 20 سنة بس واعتقد غالبا بعد يا 10 اسامه سنين غالبا الريزلتس بعد ما احمد قال لنا والليتريتشرز غالبا الراجل ده كان عنده حق برضه. لا الراجل ده مبروك، راجل مبروك خالص. يعني مثلا حتى مثلا شفت الكلام بتاع الفولر ريم فراكشر والارنر ستيرويد، دي كانت حاجات كلها بتضايقنا وبتحيرنا الحقيقه، لكن الدكتور احمد عمل هايلايتس كويسه قوي عاوي عليها يعني. بس هل سؤالي لحضرتك او سؤالي بسرعه كده قبل ما نبدا الشات مع الدكتور عاطف، هل كل حالات بتحتاج فيها سي تي؟ هو سي تي يعني لو انا عندي انتر ارتيكولار فراكشر يعني مش يعني يعني مش عايز اقول انه ماست يعني بس يعني مفضل جدا. لو عندي كومنيوشن ده مهم جدا. تمام. يعني اعتقد هم دول لكن لو حاسس ان سيبل فراكشر وستيبل ممكن. بس الحاله دي برضو لازم اشوف الاكس ريز كويسه لان في انواع برضو بتبقى خادعه في الاكس ريز. السنترال فراجمنتيشن يعني ده برضو السنترال كي فراجمنت ده برضو ممكن ما يبقاش باين قوي في الاكس ري. تمام. انت تحتاج بون جرافت يا دكتور احمد؟ والله بقى بص القصه بتاعت البون جرافت دي فيها كلام والقصه دي قلت قوي مع الفولر بليتس. برضو الليتريتشر يعني مش سبورتنج قوي القصه الجرافتس يعني اعتقد انها مش فارقه قوي. وخصوصا لو انا هستخدم فولر بليت، الفولر بليت بتقدر تديني سبورت كويس يغنيني عن الـ عن الـ عن الجرافت. الا بقى اذا يعني في السيتويشن النادره جدا ان انا بقى عندي جابنج وفي يعني بون فويد كبيره. لكن الحقيقه في الاكيوت فراكشرز يعني مش مال يونيون بقى وبعمل كوركتيف اوستيوتومي القصه دي قليله جدا يعني. واعتقد ان ما فيهاش سبورت قوي في الليتريتشر. تمام. هذا دكتور عاطف مع حضرتك طبعا للمره المية بشكر الدكتور احمد نعيم على المحاضره قيمه جدا. ويمكن خير دليل على هذا عدد الحاضرين سواء في زوم أو الفيسبوك، عدد رائع يا دكتور أحمد، وده بيدل على احترامهم لقيمة السبيكر وللتايتل بتاع الموضوع. قبل ما نسيبك لأن أنا عارف أنك عندك عين شمس وبينار الساعة 10، بس عايز قد أختلف معك في حاجة واحدة. فكرة الستايلويد بروسيس فراكشر أو الشوفير فراكشر كان جه كلام ان الكي وايرز ممكن يبقى وسيله تثبيت. انا اعتقد بختلف معاك لانه يعني نوت ريكومندد، اعتقد ايذر سكرو اور بليت. ما اعرفش رايك ايه. والله ما انا يعني قلت حضرتك هي فيها طبعا ديبيتس. وعلى فكره هو كان في برضه لاترال بليتس يعني هم عملوا برضه بليتس كده صغيره على يعني من الفراجمنت سبيسيفيك فيكسيشن دي في بليتس للريجز. وفي ناس على فكره بتثبتها ببليتس عاديه فولر بليتس. تمام. طبعا السكروز اقوى من الكي وايرز. بس الحقيقه وخصوصا ان هي كمان ممكن تعمل بيركوتينيوس يعني ممكن ناخد هربرت او ناخد كانيوليتد سكروز ولا حاجه. كانيوليتد سكروز او حاجه. لكن هي الفكره بس انا قلت زي ما قلت لحضرتك كده يعني انا مش هقدر اغلط قوي اللي هيعمل كي وايرز. ولو حاجه مثلا في لو ديماند احنا يعني زي ما قلت لحضرتك كده احنا يعني انا هفكر في القصه دي عايز ابقى ليس انفيسيف في الحالات اللي هي يعني او تاني معلش تاني ايه اللي انا عايز اقوله ايه ان موضوع مالتي فاكتوريال يعني ممكن حضرتك توريني اكس راي هنا ونفس الاكس راي هنا بس انا هقول لحضرتك ديسيجن مختلف في ده وده.
بيزد بقى على الحاجات التانية، على التروما والفانكشنال ديمانس والايج بتاع البيشنت والدومينانس بتاع الهند والاكتيفيتي ليفل والكوموربيديتيز، كل دي حاجات should be considered. ف الكي واير ممكن تبقى مفيدة في حاجات وفي حالات، وسكروز ممكن تبقى مفيدة في حالات تانية، والفروق بينهم على فكرة مش كبيرة، والاثنين هيتعملوا كلوزد. يعني مش بس انا يعني مش هغلط لو حد عمل كي وايرز وراجع كويس، المهم ان هو الريدكشن يبقى كويس. لو حد يعني راجع كويس واللي عندنا البون كواليتي كويسه، الحقيقه مش هغلطه قوي لو عمل كي وايرز. في ناس بقى هتقول اتفضل. هو في نقطه تانية مهمه قوي برضو، ودي عكس كان تخيلات معظم دكاتره العظام، ان في الاوستيوبروتيك بونز نحط كي وايرز، وده طبعا اجينست رول. اوستيوبروتيك بون ما ينفعش معاه وايرز، زي بالظبط لما اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا عن البروكسيمال هيومرال فلاك فراكشرز ان اوستيوبروتيك بون، فكره الكي وايرز اصبحت كوندمند دلوقتي، كوندمند في مثل هذه الحالات. وانت طبعا قلت لنا الموضوع ده يا احمد النهارده. اخر حاجه يا احمد معلش، انا عارف ان احنا نفسنا نقعد معاك اكتر من كده. انا نفسي اكتر كمان. نرجع للتراديشنال بقى ميثودز كلوزد ريدكشن. في سؤال جانا بيقول لك الجبس بلو البو وامتى يبقى اباف البو، وامتى يبقى اباف البو ان سوباينيشن، وامتى يبقى اباف البو ان برونيشن. رجعناك بقى لسنين ورا. لا هو الجبس على فكره بالمناسبه حريك برضو من الـ في الإيفيدنس بيتكلموا كمان ان الجبس مش فارق قوي على السبلنت على فكره، يعني باي ذا واي هي بيسيكالي سبيكينج احنا المفروض انها بلو، يعني لو هي ديستال ريدس فراكشرز احنا بنلجا بقى لقصه الاباف دي لو معانا اسوشيتد ديستال يعني بيز او ستايلويد النا يعني او بروكسيمال النا او كده هنلجا للقصه دي. طيب هنحطها في برونيشن ولا سوباينيشن؟ انا بصراحه يعني بس بحس ان الميد برون لو انا هعمل اباف انا بحب ان انا اعملها في ميد برون واريح دماغي. يعني في انواع بتبقى ستيبل اكتر في البرونيشن، وفي انواع ممكن تبقى اقل بتبقى اكتر في السوباينيشن، وفي انواع بتبقى ستيبل اكتر في البرونيشن، ولو ان دي اقل يعني. بس انا بدل بقى ما اقعد اعمل مانيبيوليشن وتشيك واعمل كده انا بحطها في ميد برون، واعتقد ان هو مش هيفرق قوي مع البيشنت يعني. في الختام طبعا بشكرك جدا جدا يا احمد، وعلى وعد باللقاء في موضوع تاني رائع زي موضوعنا النهارده، وبتمنى لك دايما التوفيق وربنا يجازيك خير عننا كلنا. وبترك لأسامة يقول الختام، وبشكركم جميعا شكرا جزيلا، تصبحوا على خير. شكرا حضرتك دكتور عاطف، ربنا يخليك لينا يا رب، ويعني طولنا لحضرتك. بس هي بجد كانت محاضرة يعني فعلا مصنفة كمان محاضرات الخمس نجوم، موضوع حلو وسبيكر حلو واودينس حلوين وتشيرمان حلو، وان شاء الله يعني نحتفل قريبا بفوز الاهلي على الزمالك. او ده اللي مش حلو عشان تبقى ليله جميله عشان الدكتور عاطف يثبت لكم ان روحه رياضيه ما بيزعلش بجد. شكرا دكتور احمد، والله كانت محاضره في منتهى الجمال والروعه، وربنا يخليك يا رب. وشكرا للساده الحضور، والى اللقاء قريب ان شاء الله يوم الاثنين يا جماعه معادنا ان شاء الله. صباح الخير. شكرا.